المرة اللي فاتت طبعا اتكلمنا يا جماعة عن البروجكت بروكيورمنت مانجمنت، واتكلمنا في الكونتراكتس، واتكلمنا في الكونتراكتس تايبس، وخدنا شوية اكزامبلز لذيذة كده وعملنا انتراكشن مع بعض. المرة دي هنتكلم في البروسيسز بتاعة البروكيورمنت. البروكيورمنت بتنكلود او البروجكت بروكيورمنت مانجمنت بتنكلود البروسيسز نيسيساري تو purchase or acquire products, services or results needed from outside the project team. المعيار هنا يا جماعة هي ان احنا نكون عايزين الحاجة دي من برا البروجكت تيم. يعني لو اي حاجة هتتعمل عن طريق البروجكت تيم ما تبقاش procurement. لو اي حاجة هتتنفذ عن طريق فريق المشروع ما تبقاش procurement. لكن حاجة انا بحصل عليها من خارج فريق المشروع او من خارج الorganization بتاعتي تعتبر procurement. تمام؟ procurement management includes the contract management and the change control processes required to develop and administer contracts or purchase orders issued by authorized project team members. يعني ده يشمل العقود ويشمل أوامر الشراء اللي ممكن تصدر عن طريق التيم ممبر اللي authorized للكلام ده. تمام؟ طيب البروجكت بروكيورمنت مانجمنت، انا بس هستأذنك مهندس احمد سمير، يا ريت بس تقفل الاشعارات اللي بتطلع بتاعت دخول. البروجكت بروكيورمنت مانجمنت also includes administering any contract issued by an outside organization، اللي هي في الحاله دي هتكون الباير، that is acquiring the project from the performing organization، اللي هي في الحاله دي هتكون السيلر، and administering contractual obligations placed on the project team by the contract. يعني يعني البروكيورمنت كمان بتشمل إدارة أي عقد حضرتك أنت تعاقدت عليه مع جهة تانية حتى لو أنت الجهة المنفذة. تمام؟ عشان هنا الحتة دي بس كريتيكال، ركزوا معايا شوية. إحنا دايما بنفترض واحنا شغالين طول ما احنا نتكلم دلوقتي في إدارة البروكيورمنت، انا افترض دايما ان احنا الباير. طيب افرض ان احنا السيلر، وان احنا خدنا مشروع والمشروع ده معمول فيه، يعني خدناه عن طريق عقد مع جهة ما، والجهة دي هي بقى الباير واحنا السيلر، واحنا اللي بننفذ لها الايه المشروع. الكونتراكت بيننا وبين الباير ده هيتم ادارته عن طريق البروكيورمنت، ولكن كل البروجكت هيتم ادارته عن طريق جميع النوليدج اريز اللي اخذناها. تاني يا جماعه نركز بس في الحته دي، عندنا احنا مفترضين في البروكيورمنت كلها ان احنا الباير، وعشان احنا الباير فاحنا بن اوت سورس ناس يجوا يعملوا لنا شغلنا. طيب افرض ان احنا السيلر وان احنا اللي بننفذ عقد عند الباير، باير ده عامل معانا عقد. طيب احنا بالنسبه لنا قلنا من في المحاضره اللي فاتت ان احنا في الحاله دي هنبقى بنمانج الموضوع كله كمشروع بكل النوليدج ارياز اللي فيه، لكن الجزئيه بتاعت الكونتراكت، الجزئيه بتاعت الكونتراكت دي هتتم ادارتها عن طريق الايه البروكيورمنت. تمام؟ ثانية واحدة بس خليكم معايا. فلو أنا عندي contract، تمام، الكونتراكت ده هيتم إدارته عن طريق البروكيورمنت كcontract مش كproject. يعني إدارة العقد مع الجهة دي بيتم التفاهم أو بيتم متابعة العقد ده عن طريق الإيه البروكيورمنت، لكن انا بالنسبه لي الموضوع كله بروجكت بكل النوليدج ارياز اللي فيه. انا بقول لك بروجكت بروكيورمنت مانجمنت also includes administering any contract issued by an outside organization. an outside organization معناه كده ما بتكلمش عن نفسي، وانا بتكلم على الباير that is acquiring the project from the performing organization. that is acquiring the project from the performing organization the seller and administering contractual obligations placed on the project team by the contract.
تمام، وإدارة أي التزامات تعاقدية يتم إضافتها على فريق المشروع عن طريق العقد. تمام، هستأذن بس الباشمهندس أحمد سمير يا ريت نقفل الإشعارات اللي بتطلع بتاع دخول الزملاء كده. شلتها يا ناس خلاص. ماشي يا باشا. طيب the project manager doesn't have to be a trained expert. يعني حضرتك كمدير مشروع مش لازم تكون خبير مدرب او عندك يعني خبره كافيه في موضوع البروكيورمنت وموضوع اللو وموضوع الكلام ده كله، لا انت بتستعين باكسبرتس معاك في المشروع، عندهم خبره قانونيه، عندهم خبره في العقود، عندهم خبره في الكلام ده كله، ولكن انت يفترض ان يتوفر فيك العلم النافي للجهاله، ان حضرتك تبقى عارف اللي يلزم واللي ياثر على مشروعك. احيانا مش احيانا على طول بيبقى في دايما ترابط ما بين الريسكس والكونتراكتس، بمعنى ان حضرتك وانت بتعمل ريسك اناليسيس للبروجكت ده طلعت مجموعه من الريسكس، الريسكس دي تو بي كفرد اند سيكيور في العقود اللي انت بتعملها، لازم تامنها في العقود دي. انت في احتمال ان الحاجه دي بعد ما تتسلم تبوظ، طب انا اعمل ايه؟ يبقى احط فتره ضمان في العقد. طب انا عندي احتمال هنا ان الحاجه دي تتركب غلط، يبقى احط انه اثناء التركيب يبقى حاضر من عندي حد معاه. خلاص انا عندي ريسك هنا ان الحاجه دي لو ما اتعملتش في درجه حراره معينه يبقى هتفسد، زي مثلا الخرسانه الجاهزه لازم تبقى لها درجه حراره معينه لما تتورد ولما تتصب، فلازم احط هنا ما يفيد او ما يغطي المخاطر اللي انا يعني طلعتها في الريسك اناليسيس. تمام، the project manager doesn't have to be a trained expert in procurement management laws and regulations but should be familiar enough with the procurement process. لازم يبقى فاهم البروكيورمنت بروسيس to make intelligent decisions regarding contracts and contractual relationships. لان يا جماعه العقد بينظم العلاقه، العقد بينظم العلاقه وبيضمن وصول او استلام الديليفرابل بشكل مظبوط. طيب مين اللي هيبقى معني بالديليفرابل ومعني بالبروجكت سكسس؟ ما هو مدير المشروع وبروجكت مانجمنت تيم، وبالتالي لازم يكون عندك اويرنس انف بالبروكيورمنت بروسيس عشان تعرف تاخد قرارات وتحط او تطلب طلبات توصلك للي انت عايزه. تمام، the project manager is typically not authorized to sign legal agreements. انت كمدير مشروع مش انت الشخص المخول ليه انه يوقع عقود ما لم يبقى في تفويض ليك بده. يعني انت كمدير مشروع باي ديفولت انت مش بتاع توقيع العقود، بتاع توقيع العقود هو الممثل القانوني للشركه اللي حضرتك بتشتغل فيها. خلاص، الممثل القانوني ده ممكن يبقى السي اي او، ممكن يبقى التشيرمان، ممكن يبقى رئيس الشؤون القانونيه، ممكن يبقى اي حد، المهم الشخص الايه الممثل القانوني هو اللي بيمضي في الحالات اللي زي دي. اوكي، طيب عندنا شويه ستابس كده عايزين نتعلمهم عشان هو ده المهم اللي احنا محتاجين نحطه في دماغنا، ازاي نبدا بروكيورمنت من الاول للاخر. رقم واحد ان انت بتبريبير الستيتمنت اوف ورك او تيرمز اوف ريفرنس اللي احنا قلنا عليهم من شويه. تمام، قلنا عليه في المحاضره اللي فاتت يعني، وقلنا الستيتمنت اوف ورك ريجاردنج البروكيورمنت دي بيكون فيها ديسكريبشن كافي جدا ان هو يسمح للبيدر او السيلر ان هو يحدد هو كيبابل ان هو يديليفر اور نوت. تمام، كيبابل ان هو يديليفر اور نوت، وبالتالي انت هنا بتعمل ديسكريبشن او بيان اعمال بالبروكيورمنت بتاعتك. حضرتك النهارده عايز واحد يجي يورد ويركب ازاز للمبنى كله، فلازم رقم واحد تعمل حصر كميات، رقم اتنين تحدد البراند، تحدد الثيكنس، تحدد الماتيريال، تحدد السايزز، تحدد كل حاجه، وتحدد اللوكيشنز، وتحدد كل حاجه. فالستيتمنت اوف ورك لازم تانكلود كل الديتيلز وكل الديسكريبشن اللي يساعد ويمكن المورد ان هو يقدر يحدد هو يقدر يورد التوريده دي ولا لا، ولو يقدر يوردها يوردها في قد ايه وبكام. تمام، تاني حاجه prepare a high level cost estimate to determine the budget. انت النهارده عملت description، بقى خلاص عندك description كده او statement of work للبروكيورمنت بتاعك.
تبتدي تعمل لها هاي ليفل كوست استيميت. هاي ليفل كوست استيميت اللي هو ايه؟ اللي هو استيميشن بس مش اكيوريت. استيميشن بس مش اكيوريت عشان تقدر تعرف الحاجه دي تقريبا رينجها كام. وبعدين تادفيرتايز ذا اوبورتونيتي، انت تبتدي تعلن عن العرض اللي عندك او المناقصه اللي عندك او البروجكت اللي عندك. يا جماعه انا عايز حد يجي يورد لي كذا 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 بالمواصفات الفلانيه. طيب وبعدين تايدنتيفاي ا شورت ليست اوف كواليفايد سيلرز. كواليفايد سيلرز مش معناهم ان انت كده اخترته خلاص، لا، كواليفايد سيلرز يعني موردين مؤهلين او مقاولين مؤهلين ان هم يعملوا الكلام. تمام. prepare and issue bid documents، ابتدي بقى احضر كل البيد دوكيومنتس اللي ممكن تحتاجها او يحتاجها الموردين البيدرز اللي هيجوا يقدموا عند حضرتك. تمام. طيب prepare and submit proposal by the seller، ابتدي استلم بقى البروبوزلز من السيلرز، ابتدي استلم العطاءات من الموردين والمقاولين. بعدين conduct a technical evaluation of the proposals including quality، وبعدين ابتدي اعمل تقييم فني لكل العطاءات او العروض او المقترحات المتقدمه لحضرتك بما يشمل ذلك الجوده. بعد ما تعمل التكنيكال ايفالويشن تعمل الكوست ايفالويشن اوف ذا بروبوزلز. تعمل الكوست ايفالويشن، يعني انت دلوقتي كان متقدم لك 6 عروض، جيت عملت لهم تقييم فني فلقيت ان اللي ينفع يتقبل فنيا بس 3، فتقبل فنيا الثلاثة. بعد كده تمسك الثلاثة دول تعمل لهم كوست ايفالويشن، مين افضل حد فيهم في السعر. خلاص. بعدين prepare the final combined quality and cost evaluation to select the winning proposal. بعدين تبتدي تعمل بقى الكومباينيشن بتاع التقييم الفني مع التقييم المالي بحيث ان كل مورد منهم ياخد تقييم معين يتحط جنب التقييم الثاني عشان يقول لك ان الميكس بتاع الفني مع المالي مين افضل ثم مين ثم مين. خلاص عرفت مين الويننج بروبوزال بعد ما عملت الكومبايند كواليتي اند كوست ايفالويشن. تيجي بعد كده تعمل فاينلايز للنيجوشيشن، تقعد تنيجوشيت مع الراجل ده وتمضي معاه العقد. هي دي الخطوات بتاعه البروكيورمنت. نقولها تاني، اول حاجه ستيتمنت اوف وورك، ثاني حاجه هاي ليفل كوست استيميت، ثالث حاجه تتعلم عن الفرصة أو المناقصة أو البروجكت اللي عندك. بعدين تبتدي تجمع مجموعة من المقاولين أو الموردين المؤهلين، وبعدين تحضر الدوكيمنتس بتاعتك، وبعدين تستلم البروبوزلز من السيلرز، وبعدين تعمل تكنيكال ايفالويشن، وبعدين كوست ايفالويشن، وبعدين كومبايند ايفالويشن، واخر حاجه تسلكت الايه الويننج بروبوزل، وتعمل نيجوشيشن ثم كونتراكت ساين. تمام. دي الستبس بتاعت البروكيورمنت يا جماعه. اوكي طيب ندخل على البروسيسز بقى نفسها. انا عندي بلان بروكيورمنت، عندي كونداكت بروكيورمنت، عندي كنترول بروكيورمنت. 3 بروسيسز اونلي، بلان بروكيورمنت، conduct procurements، control procurements. طيب نقول كده ببساطه، في plan procurements احنا عايزين نعمل كل شيء لحد قبل ما ناخد العروض، نعمل كل شيء لحد قبل ما نتلقى العروض. تمام. طيب في conduct بنبتدي نتلقى العروض ونختار ونوقع عقد مع العرض الافضل. في كنترول بروكيورمنتس بنبتدي بقى ان مانج العقد فتره بتاعته كلها، يعني انت لو العقد دوت بتاع بروجكت هيتنفذ في شهرين 3 فانت بتفضل طول الشهرين 3 دول تعمل كنترول على الايه بروكيورمنت، بتمانج وبتكنترول وبتتشينج لو في حاجه محتاجه تشينج، وبتصرف تدوات دفعات وبتعمل كل الكلام ده. فاحنا في بلان احنا بنعمل كل حاجه لحد قبل ما بنرسيف البروبوزلز، بعد كده ناخد البروبوزلز ونبتدي نعمل ايفالويشن ونعمل سيلكشن وبعدين نعمل اجريمنت سايننج، وبعدين في كنترول بقى بنمانج الايه الكونتراكت لحد ما نستلم منه ونديله فلوس. خلاص دي الثري بروسيسز اللي موجودين عندنا. طيب اول بروسيس قال لك بلان بروكيورمنت از ا بروسيس اوف دوكيومنتينج بروجكت بيرشيسنج ديسيجنز سبيسيفاينج ذا ابروتش اند ايدنتيفاينج بوتنشال سيلرز اند ايدنتيفاينج بوتنشال سيلرز. ذا كي بينيفيت اوف ذيس بروسيس از ذات
البروسيس دي بتجاوب لك على مجموعه من الاسئله يا جماعه. اول حاجه determines whether to acquire goods and services from outside the project or not. يعني انت اصلا محتاج تجيب حاجه من بره المشروع ولا لا، يعني الناس بتوعي التيم بتوعي هيعملوا ده ولا هجيب من بره او هجيب حد من بره يعمل. طيب if so، لو فعلا هتجيب حاجه من بره، طيب ايه بقى اللي انت عايز تجيبه من بره؟ طيب وهتجيبه ازاي وهتجيبه امتى؟ يبقى احنا هنا بنحدد اه ولا لا، ولو اه يبقى ايه وازاي وامتى. Determines whether to acquire goods and services from outside the project and if so what to acquire as well as how and when to acquire it as well as how and when to acquire it. This process is performed once or at predefined points in the project. When the project obtains product services and results required for project performance from outside the performing organization, ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي، قال لك the processes from plan procurement management through close procurement are performed for each item to be acquired. يعني فالنهارده لو عندك 10 توريدات كل توريده منهم هيتعمل لها بلان، هيتعمل لها مانج، هيتعمل لها كنترول. دي كنترول مش كلوز يا جماعه، تمام؟ هيتعمل لها كلوز، دي بتبقى في اخر الكنترول يعني، خلاص هيتعمل لها بلان، هيتعمل لها ايه ادمنستر، وبعدين هيتعمل لها كنترول. تمام؟ يعني انت بتحتاج تمشي على الثلاث خطوات في كل مره، انت في كل بروكيورمنت لوحدها، كل بروكيورمنت انت بتحتاج تنفذ لها البلان والادمنستر والايه والكنترول. طيب تعالى نشوف مع بعض كده ايه الاوتبوتس اللي موجوده عندي. الاوتبوتس اللي عندي هي بروكيورمنت مانجمنت بلان، بروكيورمنت استراتيجي، بيد دوكيومنتس، بروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك، سورس سيلكشن كرايتيريا، ميك اور باي ديسيجنز، اندبندنت كوست استيميتس، تشينج ريكويستس، project documents updates و organizational process assets updates. عندي شويه حاجات كتيره جدا في الاوتبوتس هنعيش معاها دلوقتي شويه. عندي ايه في الانبوتس؟ عندي project charter، عندي business documents، عندي project management plan، عندي project documents، وعندي EEF و OBA. التولز اللي عندي expert judgment، data gathering اللي هو الماركت ريسيرش، انك بتعمل ريسيرش في الماركت عن potential sellers، potential sellers بدور على potential sellers او contractors او supplier، يعني سميه زي ما تسميه، بس انت بتعمل ماركت ريسيرش مبدئيا عشان تعرف اصلا اللي انت عايزه ده المفروض بيتورد ازاي، اللي انت عايزه ده اسعاره ايه، مين اللي بيورده. كل دي بتعملها من خلال الماركت ريسيرش، ودي تحت الداتا gathering. Data analysis, make or buy analysis، وده هنشوفه دلوقتي. Source selection analysis، وده برضو هنشوفه دلوقتي، بالإضافة للميتنج، يعني أي حاجة ممكن من دول تحتاج منك ميتنج أكيد هتعمل ميتنج. نيجي الأول حاجة make or buy analysis. Make or buy analysis معناها كده من الآخر، إحنا هنعملها ولا هنجيب حد يعملها؟ إحنا هن-insource ولا هن-outsource؟ تمام؟ هي دي make or buy analysis. A make or buy analysis is a general management technique used to determine whether particular work can be best accomplished by the project team or must be purchased from outside sources. تمام؟ هو التكنيك احنا بنستخدمه عشان نحدد اذا كنا هنقدر نعمل الحاجه دي ولا هنجيب حد من بره يعملها. Budget constraints may influence make or buy decisions. تمام؟ يعني البادجت بتتحكم احيانا في القرار بتاعك في الحته دي. لو معاك بادجت بتقدر تاوت سورس، ومعكش بادجت بتعمل بالتيم بتاعك، او يعني هنشوف بعض الفاكتورز اللي بتأفكت الموضوع دوت دلوقتي. If a buy decision is to be made, then a further decision of whether to purchase or lease is also made. يعني لو انت خدت قرار ان انت هتباي، هتجيب من بره، في قرار تاني محتاج تاخده بعد القرار دوت، اذا كنت هتشتري ولا تأجر. يبقى اول حاجه احنا هنعمل ولا هنجيب من بره، ولما نيجي نجيب من بره بنقول احنا هنشتري ولا نأجر. تمام؟ purchase or lease. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي بتتحكم في القرار بتاعك وتقول لك
انك ممكن to buy او ممكن to make. اول حاجة reasons to buy هي capacity و capability. ان حضرتك ما يكونش عندك capacity او capability ان انت تعمل الحاجة دي. capacity يعني من حيث resources بتاعتك سواء كانوا human resources او physical resources ما عندكش resources كفاية. او capability ان الناس اللي عندك ما عندهمش الكابابيليتي اصلا ان هم يعملوا الكلام ده, ما عندهمش النو هاو ان هم يعملوا الحاجه دي. ففي الحاله دي بتروح تباي. او تكون عايز تاكسبلويت اوبورتيونيتي, تمام, عايز تستغل فرصه معينه مش هينفع تستغلها بالريسورسز اللي عندك, او عشان تاكد انك تستغلها فانت لازم تجيب ريسورسز بروفيشنال مثلا من بره وهكذا. او انك تكون عايز تشفت ريسك, ان حضرتك النهاردة عندي التيم بتاعي بس الموضوع ده فيه ريسك وانا مش هعمله بنفسي, انا هجيب شركة تعمله عشان هي اللي تبقى شايلة الريسك وابقى بستلم من الشركة. تمام. طيب reasons, دي كانت reasons to buy. ايه بقى reasons to make؟ امتى اسباب تكون عندك اسباب تخليك to make instead of to buy؟ ideal resources, عندك موارد معطلة سواء كانت human resources او physical resources. يعني مثلا واحد عنده كان يعني بيشتغل في مشاريع كتير زمان وبعدين الدنيا وقفت ودلوقتي هيشتغل في مشروع تاني. طب هو كان عنده اصلا يعني هو الحاجة دي ممكن يعملها بحد من بره, بس هو عنده حفارات مركونة, هو عنده موظفين كتير ما بيشتغلوش. في الحالة دي even ان هو ممكن يكون الافضل انه يجيب من بره, بس هو هنا هيستخدم الريسورسز عنده اللي هي الايديل دي عشان يستغلها. تاني ريزن ممكن تخليك تو ميك انك عايز تعمل كنترول, لان انت ممكن لما تجيب مقاول ما تعرفش تعمل كنترول او فول كنترول عليه. انت عايز تعمل كنترول او دايركشن للشغل نفسه وتخليه يمشي بطريقه معينه اثناء الشغل. ففي الحاله دي الافضل انك تعمل الكلام ده بالتيم بتاعك مش انك تجيب مقاول ينفذه. او تكون شغال في confidential information, ان مثلا انت عايز ناس تبتدي تعمل لك نوع من انواع البروسيسنج للديتا. الداتا دي المفروض تكون هي confidential وsecure وي وي وي, فمش من الافضل انك تجيب حد من بره يعملها, لا انت هتجيب التيم بتاعك هو اللي يشتغل. طيب كمان في حته هنا مهمه بيقولك ان انت دايما لما تيجي تبص على الكوست لو تعمل comparison ما بين الميك اور باي دايما تاخد في اعتبارك الدايركت والاندايركت كوست. الاندايركت كوست زي الايه؟ زي السبورت, زي المينتنس, زي التريننج, زي الحاجات دي كلها. افضل مثال بضربه على موضوع الاندايركت كوست هو فكره البرينتر. البرينتر حضرتك فيه برينتر رخيص بس اللايف تايم كوست بتاعها عالي, لان انت بتحتاج تغير الكارتريج وتغير مش عارف ايه بسعر معين. على الجانب الاخر ممكن تلاقي برينتر غالي بس الرننج كوست بتاعها قليل, بحيث ان حضرتك وانت بتيجي تجيب الكارتريج ما تبقاش غاليه وقطع الغيار مش غالي. وبالتالي لما انت تيجي حضرتك النهارده تاخد عايز تاخد قرار انك هتعمل دي ولا ما هتعملهاش, انا مثلا ما تقولش لا والله ده انا عندي التيم بتاعي يعملها ومش هيكلفني حاجه اصلا, وانت ناسي ان في فتره سبورت بعد كده. السبورت دوت مش هتقدر حضرتك توفره, او لو وفرته التكلفه هتختلف خالص. وبالتالي ده بيخليك تحسب الاندايركت كوست اللي ممكن تكون بعد تسليم بعد انتهاء اعمال المشروع. طيب عندنا هنا اكزامبل لطيف بيقول لك بيرشيس انفستمنت كوست از $2000, ديلي كوست از $40 ديلي, and daily lease cost is $240. How long will it take for the lease cost to be the same as the purchase cost? انت النهاردة عندك بيقولك في معدة او في اعتبرها معدة لو اشتريناها هنشتريها $2000 وتكلفة التشغيل بتاعها اليومي $40, ولو اجرناها هنأجرها في اليوم $240. فهو عايز يعرف منك ايه هي عدد الايام اللي بعد اللي عندها هيتساوى الاثنين, وتبتدي تختلف جدوى القرار قبلها عن بعدها. يعني ممكن يكون قبل التاريخ ده الايجار افضل, بعد التاريخ ده الامتلاك او الشراء افضل. احنا هنا بنتكلم في بيرتشيس اور ليز. تمام. طيب عندنا نعمل ايكويشن بقى. نعمل ايكويشن هنقول 2000 بلس 40 في اكس اللي هو عدد الايام
يساوي 240 في اكس اللي هو عدد الايام، وبعدين نسولف فور اكس. تمام، تو سولف ذا ايكويشن فور اكس. لما تسولف ذا الايكويشن فور اكس هتجيب كل حاجه هنا فيها اكس الناحيه الثانيه، هيبقى عندك 240 اكس ناقص 40 اكس، وبعدين 240 ناقص 40 يبقى 200 اكس، يبقى 2000 اكس بتساوي 200 اكس، يبقى اكس بتساوي 2000 على 200 يبقى 10 ايام. اذا قبل ال 10 ايام الايجار افضل. يعني انا لو جيت دلوقتي هشتغل 5 ايام، 5 في 5 في 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 200، 5 في 200 لا 5 في 240 5 في 240 بكام؟ ب 700 صح؟ 5 في لا ب 1200 ايوه 1200 تمام؟ 5 في 240 ب 1200 مظبوط يا باشمهندس. فلو جيت بقى اشوف تكلفة ان انا اشتري واشتغل 5 ايام 40 في 5 ب 200 يبقى 2200، يبقى مقارنة 1200 في حالة الايجار ب 2200 في حالة الامتلاك، لا يبقى لو 5 ايام هأجر احسن. طيب لو هم 20 يوم، 20 في 240 هيبقى ب 4800، و20 في 40 ب 800 و2000 يبقى 2800، لا يبقى في حالة ال 20 يوم 2800 احسن من 4800. ودي الاناليسيز اللي بعملها ما بين البيرشيز والليز. تمام؟ طيب نيجي للحته اللي هي كانت سورس سيلكشن اناليسيس. ايه هي نوع الاناليسيس اللي انا بعملها عشان اسلكت سورس او اسلكت سبلاير او مورد عندي؟ اول اناليسيس انا بعمله اللي هو الليست كوست، او اول نوع من انواع الاناليسيس هو الليست كوست، اقل تكلفه. ودي طبعا بتتعمل في الحاجات الستاندرد. يعني مثلا انا عايز حد يورد عندي شكاير اسمنت من براند معين، اسمنت بورتلاند، فانا بالنسبه لي مثلا مفيش اي معايير ولا تفاصيل ولا الدنيا دي، فانا ما بنظرش لاي حاجه غير اقل سعر. اقل سعر هاخده بغض النظر عن اي حاجه. في الحاله دي بستخدم الليست كوست اناليسيس. طيب في حاجه ثانيه اسمها كواليفيكيشنز اونلي. كواليفيكيشنز اونلي اللي هو انا مش ببص للاوفر او البروبوزل قد ما ببص للي بيقدم لي الاوفر، ببص على مؤهلات السبلاير او السيلر بتاعي. وده انا بعمله لما بيكون التنفيذ بتاع السلكشن بروسيس كلها على البرودكت مش ذو جدوى، مش بنفيشال. يعني الموضوع مش لوجيك انك ايه عندك توريده صغيره مش محتاج تقعد تعمل لها اناليسيس، فبتشوف مين الافضل ان هو يوردها وخلاص. يعني عندك حاجه صغيره كده تتعمل، فبتشوف حد كويس، وبغض النظر بقى هنا انت مش هتقعد تعمل الاناليسيس بتاعتك كلها للبروبوزل وللتوريده وللكلام ده كله. فبتبص مثلا على الكريديبيليتي، على الاكسبيرينس، على الاكسبرتيز، على الاريا اوف سبيشاليزيشن، على الريفرنس وهكذا. طيب في عندي بعد كده الاناليسيس بتاع كواليتي بيزد او هايست تكنيكال بروبوزال سكور. انت هنا بتعمل اناليسيس اكوردنج للتكنيكال سبيسيفيكيشن، بتبتدي تعمل نوع من انواع الكومباريسون او الايفالويشن للبروبوزلز اللي متقدمه لك على المستوى الفني، واعلى عرض من الناحيه الفنيه بتاخده وتبتدي تتفاوض معاه وتحاول تخلص معاه الامور طالما في مجال للتفاوض. فانت هنا ايه الاناليسيس بتاعك؟ انت هنا بتعمل بتاخد هايست تكنيكال بروبوزل، هايست تكنيكال بروبوزل. طيب في كواليتي اند كوست بيزد، انت هنا بتعمل ميكس ما بين الكواليتي والكوست، انت ما بتاخدش بناء على التكنيكال بس، لا انت بتاخد الاثنين مع بعض. لك when risk and or uncertainty are greater for the project, quality should be a key element when compared to cost. يعني حضرتك مش هتبص على اقل سعر بس، لا انت هتقعد تبص على الكواليتي لان انت عندك ريسكات في البروجكت. فانت هنا بتعمل ميكس ما بين الكواليتي والكوست. في سول سورس، انت هنا بتدي امر مباشر لحد انه يورد حاجه معينه مع شويه نيجوشيشن بسيط يعني. خلاص؟ طيب في فيكسد بادجت. فيكسد بادجت انت هنا ك باير انت محدد اصلا انت هتشتري بايه، او انت التوريده او البروجكت ده هيبقى بكام. فور اكزامبل الحاجه دي ب 15 مليون، قدموا لي عروضكم الفنيه، تيجي تاخد افضل عرض فني جالك في مقابل البادجت اللي ايه اللي انت حاططه. يعني انت السعر ما فيهوش مفاضله، المفاضله كلها هتبقى في الايه التكنيكال سبيسيفيكيشن اكوردنج للفيكسد بادجت حضرتك حاططها. طيب في بروكيرمنت مانجمنت بلان اللي هي اول حاجه عندي في الاوتبوت المفروض يكون موجود فيها ايه.
المفروض يكون موجود فيها how procurement will be coordinated with other project aspects. ازاي هيحصل تنسيق ما بين البروكيورمنت وبقيه جوانب المشروع، خاصه ان البروكيورمنت دي عباره عن احد الورك باكجز او الديليفربلز بتاعه البروجكت، بس بتتنفذ عن طريق مقاول خارجي. تايم تيبل اوف كي بروكيورمنت اكتيفيتيز. الكي بروكيورمنت اكتيفيتيز اللي ممكن تكون احنا قلناها من شويه، الفاكرين الستبس اللي قلناها، في نحط بقى جدول زمني للستبس دي. Procurement metrics to be used to manage contracts. إيه هي المعايير والنقاط اللي هيتم تقييم الـ procurements فيها؟ همسك كل عقد وأشوف التوريد في الموعد، توريد حسب مش عارف إيه، الالتزام بالمواصفات، أحط المتريكس بتاعتي. Stakeholder rules and responsibilities related to procurement. أبتدي بقى أحدد أدوار كل الستيكهولدرز بما فيهم المقاول او الكونسلتنت او اي حد. دورك ايه في البروكيورمنت دي؟ يعني البروكيورمنت دي فلان الفلاني ده دوره ايه ومسؤولياته ايه في البروكيورمنت، دوره ايه ومسؤولياته ايه، وهكذا. كونسترينت اند اسامبشنز ذات كود افكت بلاند البروكيورمنت. اي حاجه في الكونسترينت والاسامبشن بتاعه المشروع اللي ممكن تافكت البروكيورمنت اللي انت بتتكلم عليه. طيب ذا ليجال جوريزديكشن and the currency in which payments will be made. كل الإجراءات القانونية والقضائية، وكمان العملة اللي انت هتستخدمها في البروكيورمنت بتاعتك. يعني انت مشروع موجود على الأراضي السعودية، هل هتفضل ماشي بالريال ولا ممكن يبقى في حاجة بالدولار عشان مثلا عندك مواردين من بره؟ For example برضو مثلا لو احنا نتكلم عن مشروع برج خليفة، بس مشروع برج خليفة اشتركت فيه شركات من خارج الإمارات، وبالتالي ممكن يتعامل كمشروع انترناشنال ويبقى الكرنسي بتاعت البروجكت بالدولار، تمام؟ وهكذا. يعني بتحدد الكرنسي اللي هتشتغل بيه. أنا مثلا حاليا عندنا، أنا بشتغل بأكتر من كرنسي في البروجكت، يعني لأني شغال مع إندونيسيا، الديفولت كرنسي بتاعت البروجكت هي الإندونيسيان روبية، تمام؟ لكن في بعض الحاجات اللي ممكن تتعمل هنا في مصر بتبقى بالجنيه المصري، لكن الديفولت كرنسي فور ذا بروجكت هي الانجليشن روبيه. طيب ديترمينيشن اوف ويذر اندبندنت استيميتس ويل بي يوزد اند ويذر ذي ار نيدد از ايفالويشن كريتيريا. الاندبندنت استيميتس يا جماعه ان انت تستعين بحد خارجي يعمل لك استيميشن للكوست بتاعت البروجكت، نتيجه ان ممكن انت تكون تخشى من ان يحصل اتفاق بين السبلايرز، فانت بتجيب اندبندنت انتيتي تعمل لك استيميشن للبروجكت ده، فبتحدد انت محتاج اندبندنت استيميتس اور نوت. ريسك مانجمنت ايشوز انكلودنج ديفاينينج ريكويرمنتس فور بيرفورمانس بونز. بيرفورمانس بونز دي والايشو والانشورنس كونتراكتس، اللي هي الحاجات اللي هي بقى متعلقه بخطاب الضمان و شوية حاجات كده ممكن تكون related قوي بالناس بتوع العقود والناس بتوع الفاينانس، اللي هي مثلا خطاب ضمان، خطاب اعتماد، performance bonds. ده يعني انا يعني بصراحة يعني مش متأكد اذا كان performance bond ده هو خطاب الضمان ولا لا، بس يعني انا اعرف اسم خطاب الضمان هو مش performance bond، تمام؟ لكن اعتقد ان ممكن يكون ان شاء الله بعد المحاضره كده يكون عندنا حد شاطر في العقود يدينا في الحته دي اكتر، يفهمنا في الحته دي اكتر. بري كواليفايد سيلرز اف اني تو بي يوزد. لو انا عندي بري كواليفايد، يعني حد جاي لي من مثلا شغال في مشروع قبل كده والراجل ده اداؤه كان كويس، مقاول اداؤه كويس، فهم قالوا لي خدوا، لا خدوا ده الراجل ده يشتغل معانا في المشروع تاني، فده بيبقى بري كواليفايد سيلر، تمام؟ البروكيورمنت استراتيجي. البروكيورمنت استراتيجي ان احنا بنبقى محتاجين في الاستراتيجي نحدد شويه حاجات ريليتد للبروجكت. اول حاجه بروجكت ديليفري ميثود. بروجكت ديليفري ميثود يعني طريقه التسليم بتاعه المشروع. طبعا احنا عندنا برضو هنا شويه حاجات ممكن تكون ريليتد شويه بالاكسبيرينس في الحته بتاعه التعامل مع الجوفرنمنت والتعامل مع الكوربوريشن والكلام ده كله. يعني فور اكزامبل احيانا بتشترط الجهه ان اللي يورط الموضوع دوت ما يبقاش عنده مقاولين من الباطن، يعمل الكلام ده بنفسه، اللي هيعمل يعمل بنفسه، ما يبقاش فيه مقاول من الباطن.
او بيبقى مسموح احيانا بمقاول من الباطن سيرفيسز بروفايدر ويز سب كونتراكتنج الاو، او بيسمح احيانا بجوينت فينتشر او اتحاد شركات ان يحصل تحالف او كونسورشن ان الناس مجموعه من الناس تقدم، او ان يبقى المشروع ده بيتنفذ عن طريق شراكه ما بين الباير والسيرفيس بروفايدر، يعني سيرفيس بروفايدر يبتدي ينفذ ويبقى ليه شير بعد كده، او ان هو السيرفيس بروفايدر ياكت از ريبريزنتيف بعد كده. في برضو فيما يخص الاندستريال كوميرشال كونستراكشن بروجكتس ديليفري ميثودز، في تيرنكي، في ديزاين بيلد، وفي ديزاين بيد بيلد، وفي ديزاين بيلد اوبريت، وفي البيلد اون اوبريت ترانسفير اللي هو المعروف اللي هو البي او تي، تمام، اللي هو بيبتدي يبني ويشغل فتره ما وياخد عائدات وبعدين يسلم بعد مثلا 25 سنه او 30 سنه. وانا برضو اي بليف ان عندنا حد ممكن في اخر المحاضره برضو يدينا اضافه في الحته دي احسن مني. طيب ايه تاني؟ بنحدد كمان الكونتراكت بيمنت تايبس، عمليه الدفع بتبقى ازاي، هندفع ازاي، بندفع دفعات ولا كله في الاخر ولا مستخلصات ولا الدنيا ماشيه ازاي. بروكيرمنت فيزز، بحدد الفيزز بتاعه البروكيرمنت، سيكونسنج اور فيزنج اوف ذا بروكيرمنت، بروكيرمنت بيرفورمانس انديكيتورز اند مايلستونز، كرايتيريا فور موفينج فروم فيز تو فيز، مونيتورنج اند ايفالويشن بلان فور تراكينج بروجريس، اند بروسيس فور نوليدج ترانسفير فور يوز ان سبسيكوينت فيزز. ازاي يحصل نوليدج ترانسفير للسبسيكوينت فيزز، تمام. بيد دوكيمنتس، البيد دوكيمنتس دي يا جماعه اللي هي الوثائق الخاصه بعمليه المناقصه او بعمليه العطاءات. احنا عندنا حاجه اسمها بيد تندر كوتيشن، اي واحده من دول بتستخدم لما يكون القرار بيتعمل بناء على السعر فقط، تمام. طيب لو في مواصفات فنيه وفي تفاصيل وفي دنيا من دي بنسميه بروبوزل. يعني البيد وتندر والكوتيشن احنا بنستخدمهم اكتر في حاله ان بيبقى الديسيجن هيتبني على البرايس، لكن في حاله ان الديسيجن هيتبني على البرايس وحاجات اخرى زي تكنيكال كابابيلتيز او تكنيكال ابروتش، في الحاله دي بنقول بروبوزل. طيب في دوكيمنت اسمها ار اف اي، ار اف اي ستاندز فور ريكويست فور انفورميشن، اي اف بي ستاندز فور انفيتيشن فور بيد، ار اف بي ستاندز فور ريكويست فور بروبوزل، ار اف كيو ريكويست فور كوتيشن. دي بتبقى ابريفيشن ستاندرد معروفه في المجال بتاع المناقصات والعطاءات والدنيا دي. طيب procurement statement of work دي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي كنا كنا عليها في الاول، اللي هي بتدسكرايب التوريدة نفسها او procurement. It is developed from the project scope design زي ما احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت. It describes the procurement item in sufficient detail to allow seller to determine if they are capable of providing the item, and it should be clear, complete, concise واضحة كاملة محكمة. It includes specification, quality levels, quantity desire, and other requirements. هي بتحدد كل حاجة، المواصفات، مستوى الجودة المطلوب، كميات، أي requirements المفروض أنت عايزها. Also, it may include description of any collateral services required, such as performance reporting or post-project operational support. يعني أنت النهاردة طالب من الراجل ده توريده. طيب ممكن تطالب منه حاجات تانية، يعني مثلا احنا مره كنا شغالين في بروجكت سيرفيليان سيستم اللي هو انظمه مراقبه، كان من ضمن الحاجات ان جزء يعني من المشروع او من الريكويرمنتس ان احنا نصور الكاميرات وهي على السور، ونقدم مع التسليم صور للكاميرات بمواقعها وصور من الكاميرات. دي كانت تعتبر كولاترال سيرفيس، يعني دي مش حاجه طبيعيه بتطلب لما بتيجي تعمل سيستم كاميرات. لما بتيجي تعمل سيستم كاميرات انت بتسلمه عبارة عن كاميرات موجودة في اماكنها والدي في ار او السيستم اللي بيجمع الكاميرات ده، وبتسلم كواليتي صورة وبتسلم كنترول وتدرب الناس على الكلام. كان اضافي على الكلام دوت ان انت ايه تقدم الصور. برضو نفس الكلام، انت اي حاجة عايزها اضافية اكتبها في الستيتمنت فوق، ما تقولش لا دي حاجة اصلها ايه المفروض يعملها لوحده، او مش المفروض اكتبها بس هو المفروض يعملها، لا اللي انت عايزه اكتبه بعد اذنك. performance reporting post project operation، يعني مثلا انت لو عايزه يشغل المشروع او يضمن لك المشروع بعدها بفترة معينة او يستمر في الاوبريشن شوية، ده بيبقى برضو اكتبه. يعني احيانا بيبقى برضو مطلوب مننا احيانا لما نورد اي تي سيستم ان احنا نفضل ادمن على السيستم دوت شويه لحد ما الناس اللي هناك تتدرب وتشتغل، ف
فلو انت عايز اي حاجه operational support او حاجه زي كده اكتب can be revised as required as it moves through the procurement process until incorporated into assigned contract. الجمله دي تحديدا قلناها قبل كده انك تقدر تراجع وتغير في procurement statement 4 لحد ما تبقى جوه عقد ممضي. Multiple products or services may be grouped. برضو تقدر تحط اكتر من product or service مع بعض في procurement واحد. Procurement احيانا بنسميها كمان يا جماعة TOR اللي هي Terms of Reference. Terms of Reference برضو بتبقى the statement. طيب قال لك انها بتinclude tasks the contractor is required to perform as well as specified coordination requirements. Specified coordination requirements. اخر خمس دقائق صعب جدا يعني بس اخر خمس دقائق ممكن اكون قلت فيهم سلايدز كتير. اول ما تلاقي صوتي بيقطع اكتب على طول اتنين عشان انتبه يعني. بس طب هل الصوت قطع عندكم كلكم يا جماعه؟ لو الصوت قطع اكتبوا اتنين، لو الصوت كويس اكتبوا واحد بعد اذنكم. الناس ايوه. طيب الحمد لله هو يعني كده المشكله مش من هنا فصعب. وانت عايز منه اي حاجه زي انه مثلا يعني ان هو يروح ينسق مع شخص ما او يعمل ميتنج مع حد في جهه ما او يكون ملازم لشخص ما او ياخد شخص من عندك يخليه معاه اكتب الكلام ده برضه. task is a contractor is required to perform as well as specified coordination requires standards contractor will fulfill that are applicable to the project. لو انت عايزه يراعي ستاندرد معين يعني مثلا في بعض البناء في حاجه اسمها الكود المصري والكود مش عارف ايه في المجال بتاع الكهرباء والالكترونكس برضو اكواد معينه. لو انت عايزه يراعي ستاندرد معين اكتبه له. data that needs to be submitted for approval. ايه هي الداتا اللي هتبقى مطلوبه منه عشان يقدمها لك عشان حضرتك تابروف الديليفربل اللي هو عملها. يعني هو مثلا اما يخلص شغل هل مطلوب منه ان هو يقدم لك الفواتير بتاعه حاجات اشتراها معاها. اي ديتا انت عايزها مع الديليفربل تو بي سبميتد عشان ياخد الابروفال قول له برضو عليها. طيب ديتيل ليست اوف اول ديتا اند سيرفيسز ذات ويل بي بروفايدد تو ذا كونتراكتور باي ذا باير فور يوز ان بيرفورمينج ذا كونتراكت اف ابليكابل. ايه الداتا اللي انت بقى هتقدمها له؟ الداتا اللي انت ممكن تقدمها له او تساعده بيها. يعني انت بتقول له برضو ان انا هوفر لك كذا، انا هديك اكسس على داتابيز معين، انا هجيب لك البيانات دي اول باول كل اسبوع، اول كل اسبوع مثلا من الجهه الفلانيه، انا هقدم لك الديزاينز انت تشتغل عليها. يعني كل حاجه انت تديها له تقول له عليها. definition of the schedule for initial submission and review approval time required. تبتدي تحط بقى جداول التسليم، انا المفروض استلم منك الحاجه الفلانيه امتى، والانيشال سبمشن بتاعه امتى، والريفيو امتى، والابروفال امتى، وتقول له على السايكل كلها. كل ده لازم يكون موجود يا جماعه في الستيتمنت اوف ورك او تيرمز اوف ريفرنس. سورس سيلكشن كرايتيريا، المره اللي فاتت قلنا سورس سيلكشن اناليسيز، يعني ايه نوع الاناليسيز اللي انا بعمله؟ الاناليسيز او 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 يعني احنا قعدنا قلنا شويه حاجات كده. المره دي انا بكلمك عن الكرايتيريا، الكرايتيريا اللي انت ممكن بيها تقدر تعمل ايفالويشن لل السورس بتاعك. الكابابيلتي اند كاباسيتي نفس قلناها من شويه. برودكت كوست اند لايف سايكل كوست. انت النهارده حد بيقول لي انا هقدم لك الحاجه دي ب 15 مليون، واحد تاني بيقول لي هقدمها لك ب 40 مليون، بس ابو 15 مليون هياخد مني سبورت في السنه 5 مليون، وب 40 مليون هياخد مني سبورت 2 مليون. فانا بشوف اللايف سايكل كوست زي ما قلت لكم في موضوع البرنتر، انا هشوف البرنتر دي هتعيش معايا قد ايه واصرف عليها قد ايه. delivery dates ده هيسلمني في قد ايه. technical expertise and approach الخبره الفنيه والتصور اللي هو مقدمه لي. انا طالب منه ان هو يعمل لي مثلا مبنى مقاوم للزلازل، في حد استخدم تكنيك معين، حد استخدم approach تاني، فبشوف الابروتش which approach is better. specific relevant experience انت عندك خبره قد ايه في المجال اللي انت مقدم لي فيه البروبوزال ده. يعني انت حد جاي بتقول لي انك هتنفذ معايا شغل ستيل وانت عمرك ما نفذت ستيل، في واحد تاني ومقدم لي سعر كويس، بس في واحد تاني بقى عنده خبره كبيره جدا ومقدم سعر اعلى منك حاجه بسيطه، لا انا هاخده هو اللي هناك عشان هو عنده سبيسيفيك ريليفنت اكسبيرينس. Adequacy of the proposed approach and work plan in responding to the statement of work. انت بتشوف هو البروبوزال اللي مقدمه لك او الابروتش اللي مقدمه لك الى اي مدى هو مناسب
والى اي مدى فعلا بيستجيب لكل النقط اللي موجوده في الستيتمنت اوف ورك. ودي برضو انا برضو عصرتها، انا كنت بتعامل مع شركات انتاج فني، فلما بعت لكذا شركه، في شركه بعتت لي بروبوزال مختصر خالص يدوب سعر وكم نقطه كده، وفي شركه تانية بعتت لي ديتيل ده بقى ابروتش، بينت لي ان هي فعلا فاهمه انا عايز ايه، وان هي عملت الشغل بتاعي ده قبل كده اكتر من مره، فده كان بالنسبه لي افضل حتى لو كان سعره اعلى شويه. ستاف كواليفيكيشن افيلابيلتي اند كومبيتنس، تمام. الستاف اللي انت شغال بيه، الستاف اللي عندك، ايه المؤهلات بتاعته، ايه الاتاحه بتاعته، ايه المهارات اللي عنده. يعني ممكن انت تيجي تقول لي دلوقتي والله احنا هننفذ لك بروجكت سكيورتي للسيستم او الانفورميشن سيستمز بتاعتك، وانا ما لقيتش عندك اي حد مثلا واخد سيرتيفيكتس في مجال السكيورتي، ما فيش عندك ريسورسز كفايه، ما فيش عندك ناس عندهم مهارات جامده او عندهم شهادات معينه في مجالات معينه، تمام. فدي بتفرق معايا. فاينانشال ستابيليتي اوف ذا فيرم، انا ببص على الاستقرار المالي بتاع المؤسسه دي، هل المؤسسه دي بتعاني او عاند او في اي حاجه بتقول ان عندها مشاكل ماليه، عندها مشاكل في السيوله، عندها مشاكل في ان هي تيجي في النص وبص لها وقعت مني ماليا. كمان ببص على المانجمنت اكسبيرينس، الى اي مدى الاداره بتاعت الشركه دي او الاداره بتاعت الشركه اللي هتعمل لي البروجكت ده هي اداره عندها خبره فعلا وعدت عليها حاجات كتير. في شركات كتيره جدا بتطلع كل شويه وبيبقى الموضوع عباره عن ان واحد راح يشتغل في شركه شهر ابتدت سنه ولا حاجه وشايف ان هو خلاص لم كل الخبره وراح فتح شركه ثانيه، فعامل بقى بروباجندا وعامل ماركتنج وعامل شغل عالي جدا، بس تيجي بقى تشوف هي المانجمنت اكسبيرينس ايه، مفيش. فبيفرق كتير جدا ان ممكن تكون في شركه ليها باع وعندها قيادات خبره جدا يقدروا ينفذوا المشروع لو وقع في اي مشكله والكلام ده. Suitability of the knowledge transfer program including training. موضوع knowledge transfer ده مهم جدا خاصة في البروجكتس الكبيرة اللي بيبقى فيها فعلا نقل للمعلومات، خاصة لما تكون جاي بتعمل حاجة ما بين دولتين وبيتم الاتفاق او بيتم التركيز او الاهتمام بفكرة ان يكون عندنا تعليم او نقل للمعلومات او نقل للفنيات للتيم اللي شغال عندنا. ففي مثلا انت ممكن تشتري اسلحه بين دوله، الدوله تدي لك الاسلحه وتدي لك سبورت وكل حاجه بس ما تعلمكش تصلح ولا تعالج ولا تعمل اي حاجه، وفي دوله تانية والله لا ممكن تدي لك الترانس نوليدج وتعلم الناس بتوعك ان هم يعملوا الكلام ده. فالمهم قوي موضوع النوليدج ترانسفير بروجرام، سواء بقى كنت بتتكلم في مصانع، سواء كنت بتتكلم في حاجات كتيرة جدا في مجال البروجكتس، تمام. طيب دي كونداكت بروكيورمنت، هناخد بريك معلش شويه يا جماعه بقى وندخل على كونداكت بروكيورمنت. تاني بروسس عندنا يا جماعه اللي هي كونداكت بروكيورمنت. كونداكت بروكيورمنت يعني ابتدي بقى نفذ حضرتك اللي انت خططت له. Is a process of obtaining seller responses, selecting a seller, and awarding a contract. تبتدي تتلقى العطاءات أو الـ proposals أو العروض وتختار واحد وتتعاقد معه. تمام؟ ده اختصار الـ process دي. The key benefit of this process is that it selects a qualified seller and implements the legal agreement for delivery. The end results of the process are the established agreements including formal contracts. يعني المخرج النهائي او الحاجه النتيجه النهائيه اللي بنطلع بيها من البروسيس دي هو عقد متوقع مع المقاول او مع المورد. This process is performed periodically throughout the project as needed. يعني كل ما نحتاج نعملها او كل ما يكون عندنا توريده او حاجه زي كده هنعملها بشكل على مدار المشروع كل ما نحتاج حاجه. استاذن بس المهندس اسامه يقفل الاشعارات اللي بتيجي بخصوص بدخول الناس. طيب عندنا ندخل على البروسيس نفسها نشوف الاوتبوتس اللي عندنا. Selected sellers, agreements, change requests, project management plan updates, project documents updates و OBA updates.
اول حاجه عندي سيلكتد سيلر، انا يكون عندي السيلر او السبلاير او الكونتراكتور اللي انا اخترته، وكمان هيكون عندي الاجريمنت بتاعتي معاه. اوكي، هيكون عندي الاجريمنت بتاعتي معاه. ايه الانبوتس بتاعتي؟ بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيومنتس، بروجكت دوكيومنتيشن، سيلر بروبوزلز، واي اف او بي اي. تمام، يعني خطه اداره المشروع والدوكيومنتس بتاعه البروجكت وكمان الدوكيومنتيشن بتاعه البروكيورمنت وعروض المقاولين. يعني هي دي اللي انا هدخل بيها عشان هطلع بيه سيلكتد سيلر واجريمنتس اللي هي السيلرز بروبوزلز. طيب هستخدم ايه؟ هستخدم اكسبرت جادجمنت، واستخدم ادفرتايزنج، وبيدر كونفرنس، وداتا اناليسيس، وانتربيرسونال اند تيم سكيلز. في الانتربيرسونال اند تيم سكيلز بستخدم نيجوشيشن، وفي الداتا اناليسيس بستخدم بروبوزال ايفالويشن بالكرايتيريا اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت، والبيدر كونفرنس هنتكلم عنه دلوقتي، والادفيرتايزنج ده يعني انت بتعلن بقى بالطريقه المناسبه سواء كان في اونلاين او في جرايد او في لوحه اعلانات او في يعني ايا كان يعني. طيب تعالوا نشوف كده الايه البيدر كونفرنسز. بيدر كونفرنسز او تقدر تقول حضرتك ان ده كده نوع من انواع المؤتمر او الميتنج بتعمله مع الموردين المحتملين عشان تتلقى اسئلتهم وتجاوب عليها فيما يخص المناقصه المعروضه او المطروحه. يعني انت الاول تكون طرحت الحاجه دي، الناس بدات تشتري، كرست الشروط، بعدين بتقوم عامل زي كونفرنس تجمع فيه الناس اللي هي مهتمه وتتلقى منهم الاسئله. ممكن الاسئله دي تفتح لك نقط تكون فعلا انت ما احكمتهاش او ما غطيتهاش كويس، فبتدي تاخد الكلام ده وتابديت تاني في كراسه الشروط او تعمل ملحق ليها. وبيضمن برضو الكلام دوت ان مفيش مورد معين او مقاول معين بيتلقى معامله تفضيليه عن حد تاني، كله قاعد قدام بعضه، كله بيسال، كله بيتجاوب عليه. Bidder conferences are meetings with prospective sellers prior to the preparation of a proposal. يعني دي بتبقى قبل عملية ان هو يقدم لك البروبوزل، هو محتاج يقعد معاك عشان يسألك فتجاوبه فيفهم فيعمل بروبوزل. Also called contractor conferences, vendor conferences and pre-bid conferences. يعني دي كلها اسماء للكونفرنس. They are used to ensure that all prospective sellers have a clear common understanding of the procurement and no bidders receive preferential treatment. بتتأكد ان كل البيدرز عندهم فهم واضح وموحد للمواصفات اللي حضرتك كتبها. ودي نقطة مهمة جدا، ان احيانا مش كل حاجة ينفع تتفهم من الكلام المكتوب. وارد جدا ان الكلام المكتوب يكون فيه جزئيه مش واضحه، يكون فيه نقطه لوجيك كده مش تمام، يكون فيه اي حاجه من هذه. فالمؤتمر ده بيساهم وبيساعد في تكون فهم موحد وواضح عند جميع الموردين او المقاولين المحتملين. Responses to questions may be incorporated into the procurement documents as amendment. الاسئله اللي بتجي لك دي بقى ممكن تلفت نظرك لبعض النقط تخليك تعمل amendment للبروكيورمنت documents اللي انت بالفعل كنت عملتها. نيجي للاوتبوت الثاني بقى كده، selected sellers. The sellers who have been judged to be in a competitive range. انت هنا بتقول selected sellers ولا seller؟ لا sellers، which means ان selected sellers دي مش معناها ان ده الشخص اللي رسي عليه الموضوع، لا، المجموعه دي من الموردين او المقاولين ينفع ان احنا نعمل معهم، دول في رينج تنافسي او في قريبين من بعض، كلهم يعني قريبين نقدر ان احنا ناخد منهم اي حد بناء على النيجوشيشن اللي هنعمله. Based on the evaluation of their bid or proposal. احنا بعد كده او لما بنعمل لهم evaluation فبيطلع عندي مجموعة من المقاولين ينفع ان هم ينفذوا عندي المشروع. اللي هو say for example بقدم لك 10، بعدين بدات تعمل ايفالويشن فبداوا يبقى موجودين معاك 5، فهتبتدي تعمل بقى ايه نيجوشيشن معاهم عشان تعمل كونتراكت مع واحد.
agreements اللي هي العقود بقى، اللي هو العقد اللي احنا هنمضيه مع المقاول او المورد بتاعي. العقد لازم يكون فيه ايه؟ مش لازم يكون فيه بمعنى ان هو الحاجات دي بس اللي هقولها، لا هيكون فيه اكتر من ده، بس منهم على الاقل يكون فيه الحاجات دي. Procurement statement of work or major deliverables. انا هنا يا جماعه مش هقف عند كل نقطه واشرحها لان هي بتبقى شرحها نفسها، اقف بس عند النقط اللي ممكن يبقى فيها confusion او محتاجه توضيح. Procurement statement of work or major deliverables. Schedule milestones or date by which a schedule is required. Performance reporting. Pricing and payment terms, inspection, quality and acceptance criteria, warranty and future product support, incentives and penalty. امتى هكافئك وامتى هجازيك. Insurance and performance bonds, subordinate, subcontractor approvals. لو هيكون متاح ليك ان انت تجيب سب كونتراكتور، ايه معايير انك تدخل سب كونتراكتور معاك وهيتوافق عليه لما يتوفر فيه شروط ايه. General terms and conditions. Change request handling. Termination clause and alternative dispute resolution mechanism. يعني لو حبينا ننهي العقد ده يتم انهائه ازاي، وفي حالات النزاع ازاي نقدر نعمل حل للنزاعات اللي تنشأ ما بيننا في الـ procurement. ندخل على البروسيس بتاعة control procurement. control procurement احنا بالفعل خلاص مضينا عقد، فجايين بقى بنتابع عملية الشغل نفسها وبنتابع الشغل اللي بيتنفذ. قالك is the process of managing procurement relationships, monitoring contract performance and making changes and corrections as appropriate and closing out contracts. تمام، يعني بتتابع شغل اللي بالعقد، تنفيذ العقد، ولو في اي تشينج او كوركشن بيحتاج يتم بتعمله، وبتكلوز الكونتراكت يعني بتستلم الشغل وبتقفل الشغل. طيب the key benefit of this process is that it ensures that both the sellers and buyers performance meet the project's requirements according to the terms of the legal agreement. الهدف الاساسي من البروسيس دي انك تتاكد ان كل السيلرز والباير ملتزمين بالعقد وبشروط العقد ومتطلبات المشروع حسب اللي في العقد. This process is performed throughout the project as needed. Right. Because of the legal aspect, many organizations treat contract administration as an organizational function that is separate from the project. بعض المؤسسات نتيجة الطبيعة القانونية اللي بيبقى في موضوع العقود بتخلي إدارة العقود أو الـ department المسؤول عن العقود دي إدارة separate عن البروجكت، مع إنه ممكن يكون في حد من الإدارة دي من موجود في فريق المشروع عشان يعمل نوع من أنواع التنسيق ما بين إدارة المشروع وإدارة العقود. While a procurement administrator may be on the project team, this individual typically reports to a supervisor from a different department. يعني ممكن يكون موجود عندي procurement administrator within the team project، ولكن هو في report directly sorry في report لل different department. okay fine. The control procurement ايه اللي بيتم، يعني ايه ال control procurement administrative activities، يعني بنعمل ايه؟ اول حاجه collection of data and managing the project's records and establishment of measurable procurement performance indicators. تبتدي تجمع بيانات عن الشغل اللي بيتم، وتبتدي تحط procurement performance indicators، مقاييس او معايير لتقييم اداء البروكيورمنت. refinement of procurement plans and schedules. لو انت لما جيت تنفذ لقيت ان البلانز والسكادولز المحطوطه مش واقعيه، فبتدي تعملها refinement اكتر. set up for gathering analyzing and reporting procurement related project data and the preparation of periodic reports to the organization. تجميع بقى داتا وتحليلها وتقارير ودنيا من دي. Monitoring the procurement environment so that implementation can be facilitated or adjustments made. يعني بتبتدي تتابع لو في أي مشاكل ظهرتهم في بيئة العمل، تبتدي تسهل وتحل المشاكل دي عشان الشغل يتنفذ. مثلا مشاكل مثلا دي ممكن تبقى government entity وجايبة مقاول ينفذ حاجة في شارع، فوالله ظهرت لهم مشاكل فيما يخص المرور، فبتتدخل الحكومة عشان
تيسر الامور دي والشغل يبتدي يعني. payment of invoices اللي هي الانفويسز اللي بتطلع والمستخلصات الدفع بتاعها يعني. هنا هنتكلم عن نقطه مهمه هي الكواليتي بتاع الكنترول والاوديتس اللي بيحصل في على البروكيرمنت. ف بيقول لك ان الكواليتي بتاعت الكنترول والاندبندنس والكريديبيليتي بتاعت الاوديتس كريتيكال جدا ان نظام العقود بتاعك او نظام سوري التوريد والتعاقدات بتاعك يبقى نظام يعتمد عليه. كل ما كان الاوديتس اندبندنت والكريديبل وكل ما كانت الكنترولز اللي حضرتك بتعملها فيها كواليتي كل ما كان البروكيرمنت سيستم ريلايبل تقدر تعتمد عليه. بمعنى ان حضرتك لو نظام العقود ده يعني انت شايف ان مثلا الناس مش اندبندنت وان في كونكشنز ما بينهم وما بين السبلايرز والناس يعني مش اطهر حاجه يعني وفي نوع من انواع الكوربشن عندهم فانت ما بتبقاش قادر تريلاي قوي على البروكيرمنت سيستم اللي موجود عند حضرتك. وبالتالي احنا بنتكلم الاندبندنس والكريديبيليتي بتاعت الاوديت. اوديتس يا جماعه الاوديتس دي اللي هي التدقيق وهنشوفها دلوقتي التدقيق في عمليات البروكيرمنت. تبتدي تشوف بقى ان في فعلا شروط متحققه يعني مثلا بعض الجهات بتقول لك انه ما تكونش تعرف حد في الشركه المورد ده ما يكونش ليه اي قرايب في الشركه ففي اوديت بيجي يعمل ان فعلا صاحب الشركه ده ملوش قرايب وانا مش عارف ايه الكلام ده. فالاوديتس دي لازم تكون كريديبل واندبندنت والكنترولز بتعمل على البروكيرمنت يكون فيها كواليتي عشان نقدر نريلاي على السيستم ده. A principal concern when making payments is to ensure there is a close relationship to payments of payments made to the work accomplished. يعني من المهم جدا ومن احد المبادئ المهمه جدا عندنا هو ان انت تربط دايما ما بين البيمنت وما بين الشغل اللي اتنفذ ان الدفع يكون عشان شغل اتنفذ. تمام. A contract that requires payments linked to project output and deliverable rather than inputs such as labor hours has better controls. يعني لما تكون رابط الشغل لما تكون رابط الدفع بالشغل اللي تم تنفيذه بيكون النوع ده من العقود عليها كنترول افضل من انك تربطها بالانبوتس المدخلات. يعني مثلا انت متعاقد مع مقاول هيجيب عمال تحفر لك في الشارع عشان تمد كيبلز او بايبس. ففي طريقتين ان انت تحاسبه على عدد الامطار المكعبه اللي تم حفرها او انك تحاسبه على العمال اللي بيوردهم لك كل يوم. فممكن يتحاسبه على ان هو بيورد لك العامل يوميته قد كده فهو ورد لك النهارده 5 عمال فهياخد حق ال5 عمال. ده كنترول ضعيف. لكن لما تربط البيمنت بالشغل اللي بيتنفذ هات عامل هات 10 هات الكلام ده كله انا ماليش دعوه انا ليا استلم منك كل يوم 10 متر مكعب حفر مثلا عشان احنا شغالين في ايه في طرق وهنمد كيبلز ودنيا. طيب agreements can be amended at any time prior to contract closure by mutual consent. يعني اي اتفاقية ممكن يتعمل لها ملحق في اي وقت تمام قبل الكونتراكت كلوجر يعني قبل ما تكون التوريدة او البروكيرمنت خلصت والعقد انتهى العقد يعني اتقفل. ولكن يشترط انها تكون بموافقة الطرفين mutual consent. In accordance with the change control terms of the agreement, such amendments are typically captured in writing. يعني ما ينفعش الكلام دوت يبقى شفوي. أي amendment لازم تتكتب. طيب the process عندي هنا فيها إيه؟ Close the procurements اللي هي التوريدات أو الdeliverable اللي خلصت والعقد اللي اتقفل. تمام؟ لما أقول close the procurement مش معناها مجرد بس ان الدليفربل سلمت، لا الدليفربل سلمت والمفروض تكون البيمنت كمان او الانفويسز بايد. تمام؟ ورك بيرفورمانس انفورميشن دي طبعا بنلاقي دايما لما نلاقي ورك بيرفورمانس انفورميشن في الاوتبوتس بنلاقي في الانبوتس ورك بيرفورمانس داتا وبروكيرمنت دوكيومنتيشن ابديتس وتشينج ريكوست
project management plan updates و project documents updates و OBA updates من updates كل الحاجات دي. والانبوتس اللي عندي project management plan, project documents, agreements, procurement documentation, approved change request. عندي approved change request related بالprocurement يا جماعة. يعني كان عندي مثلا حاجة طلب لها change request والchange request ده حصل عليه approval والحاجة دي في عقد العقود. فالapproved change request اللي related بعقد العقود بيدخل عشان ياخد مساره جوه الكنترول procurement. تمام. Work performance data وEAF OBA. التولز اللي عندي عندي expert judgment, claims administration, data analysis. وفي الداتا analysis بنشوف performance reviews يعني بنراجع الأداء, earned value analysis دي اللي أخدناها قبل كده في الpost, وtrend analysis أخدناها في الpost, والinspection أخدناها برضو قبل كده في الايه في الquality. تمام. فكل اللي هنتكلم عليه دلوقتي الايه ال الانبوتس. فورك بيرفورمانس ديتا عندي هنا في الانبوتس زي ايه؟ The extent of which quality standards are being met indicates which deliverables have been completed. يعني ايه اللي من الديليفرابل خلص, ايه اللي من الكواليتي ستاندرد اتحقق. Identifies which costs have been incurred, ايه التكاليف اللي بالفعل حصلت. Seller invoices submitted from time to time to request payment for work performed, اللي هي فواتير الموردين اللي بتتقدم من وقت للتاني عشان يحصلوا فلوسهم. Claims administration, في الكليمز administration احنا بنحل النزاعات, يعني الكليمز او المطالبات او النزاعات. Where buyer and seller can't agree on compensation for the change or that a change has even occurred. يعني ده بيحصل امتى؟ بيحصل في نزاع او بيكون عندنا كليم لما بيكون في change حصل والcompensation بتاعه مش محل موافقة ما بين السيلر والباير, او ان في change حصل على غير المتفق عليه في العقد. الحالة دي should be documented and managed in accordance with the terms of the contract. بتبتدي تتوثق ويتم ادارتها حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد. might involve arbitration or litigation, يعني ممكن تحتاج لتحكيم او تقاضي في حالة ان احنا لم ما قدرناش نوصل لاي ايه لاي حل. طيب performance review, a structured review on the seller's progress to deliver as per planned scope quality schedule. Audits, a structured review of the procurement process from planned procurements to control procurements. The objective is to identify the successes and failures that warrant recognition. اخر حاجة عندي خالص closed procurement. ايه هي ال closed procurement يا جماعة؟ قال لك formal written notice that the contract has been completed. يعني حاجة مكتوبة عندي بتقول ان العقد بالفعل تم اكتماله بشكل نهائي. The project management team should have approved all deliverables prior to closure. قبل ما يحصل الكلوجر ده لازم يكون فريق إدارة المشروع وافق على كل الديليفرابلز اللي موجودة في العقد ده, وكده نبقى خلصنا بالايه البروكيورمنت. انا مع حضراتكم. ممكن اللي عنده اي سؤال يا جماعة يبعته في الشات. منذ احمد فهمي بيسأل سؤال, make or buy decision may be affected by the view of the company strategy to increase their assets for the future projects. طيب انا هقول لك فهمي للسؤال وهجاوب بناء على فهمي, ولو هو غير كده بقول ان انت هنا بتقول ان الميك اور باي ديسيجن بتتوقف احيانا او بتتاثر برؤيه الشركه او استراتيجيتها, اذا كان هي عندها او عندها رغبه ان يكون عندها في الاصول في المشروعات المستقبليه. بمعنى ان مثلا يعني هنقول ان احنا هنا في معده ممكن ناجرها او ممكن نجيبها, سوري يعني هنا ممكن نأجرها ولا ممكن نشتريها. فانا ممكن اكون عندي هدف ان انا امتلك مجموعة من الاصول للمشروعات المستقبلية, فانا هنا مش يعني هي 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 ده هيأثر على قراري وهيخليني دايما بدل ما ان انا أأجر لا ان انا اشتري. ده سؤال بتاعك عشان اعرف اجاوب ولا
انا كده فهمت غلط. طب وانت كاتب يس، فيعني هفترض انه يس، يبقى انا كده فهمت صح. تمام. لا، مقر الشركه. بص، هو ميك اور باي هو تكنيك. اصل الميك اور باي ده، بص خلينا نفرق بس بين ميك اور باي او بيرشيس اور ليز، عشان بس نبقى فاهمين. في الشراء او التاجير ده اللي هو بيرشيس اور ليز، ميك اور باي ده اللي هو اعملها بنفسي ولا اجيب حد يعملها. ماشي. فميك اور باي معناها ان سورس ولا اوت سورس، ان سورس ولا اوت سورس. وده غالبا ما هيكون للبروجكتس او للسولوشنز او لحاجه تو بي ديليفرد فيها سيرفيس. يعني انا هجيب حد يبني لي الحته دي، او هبنيها بالعمال بتوعي والادوات بتاعتي. خلاص. فدي ميك اور باي. نيجي بقى، لان احنا قررنا هنباي، لما نيجي نباي بقى هيبقى في ليز، في ليز اور ايه اور بيرشيس، يعني هأجر ولا هشتري. فلو انت حسب سؤالك بتقول ان انت عندك فيجن او انت عندك رغبه ان انت تمتلك اصول عشان المشروعات المستقبليه، يبقى شيء طبيعي قراراتك فعلا هتتاثر بالموضوع دوت، وهتبقى ميال اكتر لانك دايما تباي مش تليز، انك دايما تبرشس مش تليز. تمام. فده اوكي، فعلا هيتاثر. تمام. مهندس احمد علاء، شكرا. مهندس هيثم مجدي، وات ذا ديفرنس بتوين بروكيورمنت اند بيرشيسنج؟ طيب، احنا قلنا في الاول خالص، في اول سلايد، مش عارف كنت موجود معانا المره اللي فاتت يا باشمهندس ولا لا، بس في اول المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن الديفرنس بتوين بروكيورمنت اند بيرشيسنج، واتكلمنا ان البيرشيسنج هو عمليه ان انا اعمل اوردرنج واتلقى السيرفيس او الريزلت او البرودكت، وبعدين ادفع الفلوس. هي دي فكره الايه، البيرشيسنج. فكره البروكيورمنت اكبر شويه، من ان انا اصلا اقعد احط ريكويرمنتس وابتدي اديفلوب ابروتش وابتدي امانج البروسيس كلها، انكلودنج سورسنج، انكلودنج ايفالويشن، انكلودنج الكلام ده كله. فالبيرشيسنج ان انت تعمل بيرشيس اوردر، ان انت تريسيف الجودز، وان انت تباي الانفويس. الكلام ده التوريد اكبر شويه. اوكي. مهندس محمد فريشة، فور بيدر كونفرنس ممكن شركة تعرض ميزة وأنا أضيفها كملحق، أو ما تكونش عند شركة تانية، قد تكون جانب من الشركة، يعني شركة فور بيدر كونفرنس. هي بص، وانا مش قادر اربط ما بين البيدر كونفرنس والحته الثانيه اللي انت قلتها. ممكن شركه تعرض ميزه في البروبوزل بتاعها، بس البيدر كونفرنس بيبقى قبل مرحله البروبوزل، بيبقى في الاول عشان نفهم احنا كبيدرز احنا الشركه دي عايزه ايه، ونسالهم ونتناقش معاهم، وممكن نتشينج حاجه معينه. لكن ستيل ما قدمناش مميزات عندنا، وهم ما عملوش علينا مارك ان احنا عندنا ميزه. ففي البيدر كونفرنس بتبقى يعني اندرستاندينج ميتنج اكتر منها اي حاجه تانية. انت بقى بعد كده في البروبوزل عندك ميزه هتقدمها، ممكن تقدمها، ممكن يميلوا ليك لو الحاجه دي اوف فاليو عندهم يعني. طيب، المهندس احمد محمود منصور بيقول، هل الشراء او التاجير لما فعل الشركه؟ انا قلت لك لا، يعني الشراء والتاجير ده في الاول وفي الاخر هو تكنيك، وقلت لك نفرق بس ما بين الميك والباي والكلام ده كله. طيب، عندنا المهندس احمد فهمي، واي كوندكت بريكورمنت نوت انكلودز ار اف اي تول؟ يعني ازاي مش بتنكلود ار اف اي تو؟ ريكوست فور انفورميشن، ما احنا قايلينها في ال بتاع دوت، في اسمها ايه، في البيدر كونفرنس باين تقريبا، قايلينها في البيدر كونفرنس او حاجه زي كده. But procurement and purchasing under supply chain department. بص، supply chain يعني هو في الاول وفي الاخر يعني علم، بس هو بيستخدم اكتر في البيزنس والاوبريشن والبرودكشن. within البروجكتس انت بتشتغل بالبروكيورمنت، يعني مفيش جوه البروجكتس حاجه اسمها سبلاي تشين مانجمنت، او انك بتستخدم العلم والكونسبتس بتاعت السبلاي تشين مانجمنت عشان تحسن عمليه البروكيورمنت. تمام. فالسبلاي تشين مانجمنت دايما بتتكلم عن مجموعه من السبلايرز موجودين عند حضرتك بيساهموا في انتاج القيمه. ممكن ده يكون موجود في البروجكت از ا كونسبت. تمام. بس الادمنستريتيف فريم ورك هو البروكيورمنت. طيب،
المهندس عبد الرحمن الرشيدي، ما هو الفرق بين عقدي فيكسد برايس وانسنتيف فيز وكوست بلس انسنتيف فيز؟ طيب بص يا باشمهندس، احنا في حاله الفيكسد برايس والانسنتيف فيز بيكون عندنا حاجه اسمها السيلينج. السيلينج دوت ان انا ببتدي ادي السبلاير او الكونتراكتور فلكسبيليتي ان هو يحصل ديفيشن عن الفيكسد او التارجت برايس بس بسقف معين، بحد معين. الحد دوت لو عداه انا بديله السيلينج وبس. لكن في حاله الكوست بلس زي ما الكوست هيطلع هديها له مع تطبيق فكره الانسان. ده الفرق. المهندس عمرو شنقيطي، من خلال التجربه وحابب اسمع حضرتك في مشاريع ديزاين اند بيلد تبقى جوده اقل، وده لانه بيبقى بص الحته بتاعت انواع المشاريع والدنيا دي كلها، ممكن حد زي الدكتور ابراهيم او حد عنده اكسبيرينس في الجزئيه دي يدينا فكره عنها اكتر. انا مش افضل حد ممكن يتكلم في الجزئيه بتاعت انواع الدليفري. مهندس هيثم شكرا ليك. مهندس محمد سعيد، بروكيرمنت از ا برانش فروم سبلاي تشين. مظبوط يا فندم. محمد عبد الرازق، بيدر لا بيدر معناها مقدم عطاء، تندر هي المناقصه. مهندس محمد الرازق بيسال بيدر المنارسه ومناقصه وبيدر. بيدر اللي هو الشخص اللي بيقدم البيد اللي هو العطاء، تمام؟ ده بنقدمه في التندر، تمام؟ اللي هي المناقصه. اوكي اعتقد الممارسه برضو، انا مش فاكر معنى الممارسه قوي، بس هو في الممارسه يعني مش عارف هل ده موجود في الانجليش برضو ولا لا، بس ممكن برضو حد تاني يضيف لنا يعني. طيب شكرا مهندس محمد زيدان. في اسئله تاني؟ طيب والمهندس احمد فهمي كرر السؤال، فانا طبعا يعني محتاجين بس ان ايه نفهم اكتر هو يقصد ايه. يقصد احنا اتكلمنا على الار اف اي، خلينا نبص كده مع بعض. الار اف اي قلناها فين؟ قلناها في بيت دوكيمنتس. احنا اتكلمنا عليها في بيت دوكيمنتس. انت بتقول ليه هي ما استخدمتش كتول في الكوندكت از ا بروسيس؟ طيب يعني هو ما اعتقدش ان في ما يمنع انك تستخدمها، بس هي هنا ما استخدمتش، هي مش تول موجوده عندي هنا ان انا اكوندكت بيها البروكيرمنت. لو خدت بالك في كوندكت بروكيرمنت احنا معنيين بايه؟ معنيين ب ان احنا نعلن عن المناقصه اللي عندنا ونتلقى العروض ونختار حد وبعدين نتعاقد معاه. من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى تول ريكوست فور انفورميشن، تقصد انها ليه مش زي بيدر كونفرنسز تول موجوده زي بيدر كونفرنس في الكوندكت بريكويرمنت؟ انا من وجهه نظري كل الدوكيومنتس اللي احنا اتكلمنا عليها هنا دي تعتبر تولز ونقدر نستخدمها في البروسيس بتاعت البيدنج بشكل عام، اللي ريكوست فور انفورميشن وانفيتيشن فور بيد. ما هو الانفيتيشن فور بيد برضه تعتبر تول اهي، تمام؟ ريكوست فور بروبوزل برضه نفس الكلام، ريكوست فور كوتيشن نفس الكلام. دي كلها تولز لو هتعتبرها تولز يعني، بس انا من وجهه نظري بشوفها هي قال لك ذا كومن تايبس اوف بروكيرمنت دوكيومنتس مي انكلود، تمام؟ الحاجات دي كلها، دي كلها تايبس اوف دوكيومنتس مش تول بمعنى التول، تمام؟ شكرا مهندس وليد، شكرا مهندس محمد فايد، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ انا مهندس محمد عبد العزيز. محرك باشمهندس. انا مهندس محمد عبد العزيز. محرك باشمهندس. اهلا بيك يا باشمهندس. يحفظك رب. جزاك الله خيرا، وربنا يا رب يبارك في حضرتك كده ويجزيك عنا خير الجزاء. ربنا يكرمك باشمهندس. كنت بسال ان مثلا اللي هي المناقصه والممارسه، يعني كنت دخلنا في الكليه ان مثلا المناقصه بيبقى فيه مظاريف فنيه وفي مظاريف ماليه، اللي هو بيتقبل
الصوت بيقطع يا باشمهندس فنيا، بقول لحضرتك اللي هو بيتقبل فنيا، اللي بيتقبل فنيا بيجيبوا كل اللي هم الناس القادمين على ضغط في البيتر، بعد كده بيشوفوا بيفوضوهم بحيث ان السعر يقل، يعني بيجيب مثلا احسن ثلاثه ومقبولين فنيا، ومثلا يعمل زي ما بينهم ايه زي مثلا ان هو يحصل على احسن سعر منهم هم الثلاثه، تمام، واللي بيقدم احسن سعر مواصفات فنيه كويسه هو ده بيتقبل في المشروع. مظبوط. بص، هو الطبيعي ان انت بتعمل تندر، الطبيعي ان حضرتك بتعمل تندر وبيبقى في حاجه اسمها بالمظاريف المغلقه. لما يقول لك بالمظاريف المغلقه معناها ايه؟ معناها اعمل اللي انت عايزه كله اللي جوه المظروف، وبعدين لما نفتح المظروفات دي هن ايه؟ هنختار افضل حاجه. في حد تاني اللي هو انت بتقدم عروض وكل حاجه، بس بعد ما بعد ما بتقدم الكلام ده ممكن نجيبك ونتفاوض معاك او نجيبكم ونقعدكم مع بعض ونتفاوض ونشوف افضل سعر اقدر اوصل له. وفي بتبقى بادئه من الاول اصلا هي ممارسه، انت بس بتقدم ككواليفيكيشن ان انت كواليفايد انك تدخل ممارسه، وبنقعد مع بعض بنعمل الممارسه. تمام. ده في الانجليش بقى ممكن يبقى اسمه ايه؟ اعتقد ان ممكن حد تاني يعني يكون اكسبرت في الحته دي في ما تجيبش عليك انا مش ايه يعني انا عارف التندر يعني ناقصه والبيد اللي هي العطاء البيدنج تقديم العطاءات، تمام، والممارسه دي لا يعني ممكن يكون مسمى عندنا ممكن يكون ليه مسمى في الانجليش، اعتقد ممكن حد تاني يقدر يدخل فيها. يعني بص يا جماعه انا في جزئين اتكلمت عليهم، في جزئين اتكلمت عليهم، لو حد عنده اكسبيرينس فيها ممكن يفتح له المايك او يكون يتكلم بصوت ويضيف لنا في الجزئيه بتاعت البرفورمانس بونس والانشورنس، والجزئيه الثانيه بتاعت الايه التندر والبيدنج والكلام ده كله. لو حد طب في اضافه ممكن اضيفها اخيره؟ في مثال سمعته كان بيتكلم على الميك اور باي، يعني اشتري الحاجه ولا اعملها عندي. أيوة. كان المحاضر بيضرب مثلا بالاستيك اللي هو بيجي من الصين ده، الاستيك ده. تمام. فبيتكلم ان انا عشان اعمله عندي والنو هاو وان انا اجيب المكن بتاعته والتكنولوجيا وان انا اعمله والماتيريال بتاعته هيكلفني جامد جدا، هيكلفني كبير مبلغ كبير جدا، وان انا عشان ابيعه هبيعه مثلا مثلا بجنيه الاستيك، انما لما بستورده في الصين مثلا بيكلفني شيرين استيراده من الصين مثلا، فان انا اشتري من بره احسن من ان انا اعمله عندي. يعني طبعا هو المثال ده ما اكذبش عليك يعني مش افضل حاجه، تمام، مثال اوكي تمام، بس افضل مثال عندنا. بس خلينا نقول كده مثلا ان حضرتك عندك شركه فيها، انت عندك شركه فيها مبرمجين سوفت وير، بس جيت تعمل اي ار بي سيستم، فلما قعدت كده عملت اناليسيس لقيت ان الناس عندك ممكن تعمله بس هتاخد فيه وقت كبير ومش هتطلعه احسن حاجه وهتتكلف اكتر نتيجه الوقت الكتير، او هتتكلف اقل بس انت هتروح بدل ما تعمله في سنه هتعمله في 3 شهور مع شركه تانية بتراكم الخبرات بتاعهم كلهم، لان الكواليتي اعلى بيفرق فيه جدا. فكره ان انت تكون عندك خبرات جايه من اكتر من عميل وقابلت اكتر من مشكله، فانت هتديني نسخه منقحه ما فيهاش مشاكل وهتبقى معالج فيها معظم الاحتمالات اللي انا التيم بتاعي هيقعد في فتره كبيره جدا يكتشفها. فدي ممكن تبقى جود اكزامبل لفكره الميك اور باي، فكره السوفت وير بالذات ان انت تعمل السوفت وير بنفسك ولا تجيبه. يعني انا كنت قاعد مع فريند اول امبارح وبيقول لي والله انا يعني بيكلمني بقى ان هو بيعمل يعني حاجه كويسه جدا، بيقول انا اتفقت مع حد ديفلوبر هيعمل لي سيستم ينظم كل حاجه عندي في الشركه. فانا قلت له والله انت كده عملت الاختيار الخطا بصراحه. فليه؟ قلت له اولا الشخص ده انت يعني مش هتقدر تعتمد عليه في المستقبل لو سافر، لو حصل له اي حاجه او الكلام ده، تكون بتتعامل مع شركه فده بيضمن لك شويه حاجات عمرك ما هتضمنها مع الفريلانس. طبعا هو ده مش جود اكزامبل على فكره الميك اور باي، بس انا بكلمك على فكره انك تعمل السوفت وير بنفسك
ولا تشتريه جاهز من شركه او تخلي شركه تورده لك. تمام؟ فالميك اور باي عندنا ليها امثله كثيره جدا ونقدر نتكلم فيها، ولكن عايزين بس نفرق ما بين ميك اور باي. وباي يا جماعه مش معناها هنا يشتري او يعني مش معناها الحرف اللي هو يشتري قد ما معناها يجلب. هنا انت فاهمني؟ يعني تجلب من الخارج. ميك يعني تعمل بنفسك، باي يعني تجلب من الخارج. لما بتيجي عند تجلب بيبقى عندك بقى سؤال تاني، يا ترى هتقوم بالشراء اللي هو البيرشيس ولا هتليز اللي هو الايه الايجار. تمام؟ مهندسة مهندسة فريم بوك بيتكلم عن الكلام ده بينطبق على السيرفيس او الريزلت او البرودكت او على ايه؟ او معينه. الكلام ده بينطبق على السيرفيس او الريزلت او البرودكت، يعني عاوز برودكت معين دي بيطبق عليك الكلام ده كله، او ريزلت معينه او سيرفيس معينه. الصوت راح يا باشمهندس. حضرتك يا باشمهندس ان الكلام ده بينطبق على البرودكت والسيرفيس والريزلت او ريزلت، يعني انا عاوز بس النتيجه معينه. طبعا يعني يا باشمهندس ده ممكن ينطبق عليك في البيت. احيانا بيبقى في بعضنا عنده هوايه ان هو يعمل اعمال منزليه او اعمال صيانه وحاجات زي كده بنفسه، احيانا تقرر انك تصين الحاجه دي بنفسك او تجيب حد يصينها. يعني الموضوع بسيط جدا وبيتكرر معانا في حياتنا كتير جدا. ممكن حد مثال الناس عنده... ايوه مثال ايه مثال كل الناس مثال كل الناس المغتربه هتعرفه ان الواحد يطبخ في البيت ولا يشتري اكل من بره. بالظبط والحواسه والبعتله اللي بتاكل وهي طبخه واحده للاسف، هي مكرون بدل مكرونه محمره وفراخ بانيه. انا عارف تقعد كذا يوم. الحمد لله. فعلى الاقل خالص ما فيش تنوع، يعني يكفي ان ما فيش تنوع يعني. او تطلع او تطلع برضو، خلي بالك ان انت لما تطلع تروح تجيب نص شوايه هو برضو ما فيش تنوع يعني، يا اما نص مندي يعني. انت لو رحت عند الرومانسيه هتلاقي كلام تاني خالص، ممكن تنوع بقى براحتك خالص انت في السعوديه يعني. الرومانسيه ده يا جماعه مطعم، لا انا في الكويت. الرومانسيه ده مطعم مشهور في السعوديه يعني. تمام. طيب ماشي عنده الله. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا باشمهندس. باشمهندس احمد ابو النجا بيقول البرفورمانس بونز هي ضمان التنفيذ على افضل حال. طيب يعني عباره عن ايه يا باشمهندس؟ يعني عباره عن ايه البرفورمانس بونز؟ هل دي شيكات؟ هل دي كمبيالات؟ هل دي اوراق بيتم توقيعها؟ يعني هي عباره عن ايه؟ هي بونس يعني سند. تمام. انا سندات اداء او حاجه زي كده يعني. فهي بتكون عباره عن ايه؟ هو الدكتور ابراهيم مش موجود النهارده ولا ايه؟ لا موجود مع سعادتك وسامعك يا دكتور. يا اهلا اهلا بيك يا دكتور، اخبارك؟ انا لسه هتكلم يعني، بس ساب الشباب يتكلموا لو. طيب ده الحلو في الاخر يعني. طيب خلاص يعني الشباب اتكلموا، قول لنا بقى لو في اضافه كده اتفضل. طيب اولا يعني موضوع علم المناصات والمزادات والممارسات والعطاءات دي لها انواع، في منها خاص وفي منها عام على حسب المواصفات والمناقصة والمزايدة والممارسة. كل دي يعني مراحل من الأمور التعاقدية قبل طرح المنافسة. طبعا المناقصة نفسها هي في الأساس لما يكون نازل على مشروع أو خدمة أو حاجة معينة بناء على مواصفات فنية وفي سعر اوريدي محطوط عند الكلاينت أو المالك أو الجهة اللي بتنزل العطاء دوت أو بتعلن عنه، وبتبقى عامله بادجت ليه حدود السوق وهي عندها دراسه بلس والماينس. فبتقدم عرض فني ومالي زي ما الباشمهندسين قالوا، وبندرس الفني لحاله والمالي لحاله، وبعد كده تقعد لجنه التسويه تبتدي تعمل حاجه اسمها لجنه لفحص العروض المقدمه. لجنه فحص العروض على اساسها كل شركه لحالها مدى مطابقتها الفنيه وتحليل الاسعار بتاعتها افراديا واجماليا
واجمالي العقد نفسه، هل في العقد ده واحد مثلا داخل مشروع المفروض انه بمليار راح حاطه بنص مليار، يعني فرق جامد جدا، ما فيش بالانس ما بينهم. لكن لما واحد يدخل مشروع ويبقى في فرق ما بين الاول والثاني والثالث، يعني كام لوجيك شويه، فبيبتدي يدخل بقى في موضوع انه يقارن كلهم مع بعض فنيا. اوكي، يدخل يعمل حاجه ما بينهم ممارسه، ممارسه انه عاوز يقول لهم مين اللي يحب ينزل في السعر كل واحد بنسبه معينه، ويبعته في خطاب معين، ويبعته في ظرف او مظروف مغلق وكده، ويتفقوا اللي حابب يكمل، وبعد كده يبتدي يعرضوها مره ثانيه. اذا لسه برضه النسبه ما نزلتش يعملوا لهم دعوه مره ثانيه، لحد الليمت اللي هو بيبقى فيه حدود، يعني المقدمين دول اللي هم الاطراف محتاجين يوافقوا على السعر بناء على السوق وبناء على التوريد وبناء على الريسك بتاعت التوريد والتنفيذ، وامتى هيتم الايه ترسيه العطاء. انا بقدم النهارده بس ممكن الليتر كونتنت اللي هو خطاب التعميد والترسيه هيجي لي بعد 6 7 شهور، هيجي لي بعد سنه، زي ما بيحصل خلال الفتره دي بيحصل ابجريد للاسعار، ما هي ثابته، فبيحتفظ بحقه، بس للاسف في اثناء الفتره دي مش حتى سعره ثابت. لكن لو حصل حاجه على الوضع العام العالمي، اسعار زادت، فبيقدم حاجه اسمها تعويض، وبيقدم لها دوكيومنتيشن بعد تنفيذ المشروع. موضوع العطاء بيبقى الاول عروض من كل واحد، من شركه، من مقاول، من مورد، من اكس، من الناس. انا بقدم العروض بتاعتي ولسه ما فتحتها. اسمه العطاء نفسه، هي عباره عن العروض المقدمه سواء في مزايده او في مناقصه او في اي شيء، لسه ما بتتش فيها. العطاء نفسه ان انا بقول لك العطاء بيتم من خلال العروض المقدمه والدراسه، تحت الدراسه، لسه ما طلعتش انا حاجه، ولا لجنه الترسيه فحصت ولا عملت شيء. لكن امتى بقى المناقصه تبتدي تاخد مجراها؟ بعد ما يبتدي ياخد مرحله فتح المصاريف، يحدد بتاريخ وساعه وطايم، والناس كلها تبقى حاضره. النظام الجديد للمنافسات والعقود، كل دوله عامله البوليسي ديت، مصر قضية بالخليج في وقت اي دوله ثانيه عامله بوليسي للمنافسات والمناقصات والمزايدات، ومعتمده من الجهات الحكوميه، من الوزاره نفسها. بناء عليها ايه الورقيات اللي المفروض ان انا بعمل عليها مطابقه، بغض النظر عن المطابقه الفنيه والماليه، انا بطابق اموره الدوكيومنتيشن ومستنداته الشخصيه نفسها، هل الشركه او المؤسسه كل اوراقها سليمه ساريه، عليها مشاكل في بنوك، عليها مشاكل مع سبلاير ثانيه، كل دي بيتعمل عليه ايفالويشن. حتى لو هو بيرفكت فنيا واسعاره كويسه، لازم انا اعمل عليه ابريزل، واعمل عليه بيسموه بحث داخلي زي الاستخبارات كده، بدون ما هو يعرف. يعني الحاجات دي بتتعمل بدون ما المقاول يعرف، لان في مقاولين بيبقوا داخلين هم مفلسين، فممكن داخل ومع، لكن لما بيبقى منشور في السوق وعارف مين ده، فبتعمل حاجه اسمها استبعاد باري. استبعاد مالوش ان هو يقول ايه السبب، الا اذا كان بقى هو اللي هيفضح نفسه. على حضرتك واحد اثنين، موضوع الاخوه الشباب اللي سالوا على موضوع السبلاي تشين، هي اساسا طبعا بتبقى يعني لها لوجيستيك تاني من خلال ادارات معينه داخل البلد وخارج، طبعا التوريد اللي هو اذا كان بيستورد حاجه من بره، فلازم يبقى على تواصل بالتراكنج من ساعه ما يعمل البي او، او اللي هو امر التعميد الشراء، ويبتدي يطلع العقد بتاع التعميد، ويبتدي يدي اوردر ودفعات مقدمه وشروط الدفع والكلام ده كله، لحد ما الاوردر ده اذا كان بيتصنع داخل البلد او خارج البلد اللي هو فيها، مثلا في اوروبا ولا في امريكا، المفروض واجب عليه انه يعمل تراكنج، مش من المهندس نفسه المسؤول على الماتيريال في السايت او في المشروع او في المكان اللي هو مسؤول انه يستلم البضاعه دي، يعمل تراكنج مع مين؟ مع المورد نفسه له. ومن ساعه ما الاوردر ياخد تنفيذ المصنع، وهيتصنع امتى، وهياخد مده تنفيذ قد ايه، ويبتدي يجي، ومخالصه ضريبيه، ومخالصه في الجمارك، وامور كلها شهادات وامور كلها، المفروض يبقى على تراك كامل من اول ما يتم امر الدفعه المقدمه ليه او ظفر هيتفق ازاي، لحد ما ياخد اوردر بالتصنيع، ويتابع مراحل التصنيع، ويروح يختبرها قبل ما تدخل البلد. في حاجه اسمها خد تيست، في سد تيست، اختبارات في المصنع، اختبارات في الموقع او في مكان التسليم. فلازم يتابع الامور دي من A to Z بالكامل. فالموضوع فيها زي ما حضرتك سعادتك قلت علم لوحده فعلا.
بلوتشين مش سهله، يعني مجالها كبير، بس الصح ان الانسان بيتابع التراكنج لحد ما ياخد من اول ما يطلع لحد ما يرجع له، لان انا عاوز خدمه. انت زي ما الزميل تفضل من شويه، انت بتعمل اكله معينه ولا طبخه وتفضل من ساعه ما تجهز لها لحد ما تستوي، لحد ما تتقدم لك على الترابيزه، لحد ما تاكلها ومشكرين. هي نفس الكلام من ساعه ما انا بعمل امر الشراء وامر التعميد ويروح ويجي ويتصنع ويدخل ليا تاني مكاني في اللي انا فيه، سواء كنت في شركه ولا في سايت ولا وتفر في الخدمه اللي بقدها للتوريد دي. دي يعني موالها كبير صراحه، يعني زي ما سعادتك تفضلت. في نقطه ثانيه بالنسبه لل المهندس او المدير بتاع المشتريات، يعني هو يعتبر عليه كنترول كبير جدا في نجاح البروفيت بتاع الشركه. يعني دي قصه بعيده عن المحاضره، يعني اذا هو فعلا طبعا بيجي له عروض كتير وهو نفسه عنده بوليسي معينه في عمليه الكونسيرت كريتيريا بتاعت اللي ازاي يفرق ما بين كل سبلاير والتاني او كل عرض زي العطب بالظبط. هو جاله مجموعه من العروض يقارن ما بينهم من ناحيه الكواليتي، من ناحيه الوارنتي، من ناحيه الدليفري، من ناحيه الستوك، من ناحيه الماتيريال ديت بقى افتر سيلز متوفره، في دعم بعد التوريد، ما فيش دعم بعد التوريد، يعني في بارامترز كتير ستاندر وفي بيزود عليها. فعمليه المفاضله ما بين الموردين لا اكسل شيت، مش لا اكسل شيت، كل واحد بيعملها حسب خبرته. بس في حاجات معينه المفروض بيعمل كومباريزون شيت ما بين كل سبلاير والتاني. بغض النظر عن المبلغ الوقت كم فرحان بيه، انا مش ممكن اكون فرحان بالمبلغ انه صغير او قليل، بس هيعمل لي مشاكل قدام هو مش عارفها. المشاكل اللي قدام دي توريده هيتاخر وهو فرح وعمل التعاقد، مفيش خدمه بعد البيع ودي مشاكل، مفيش تكنيكال سبورت بيروح للناس من اثناء التنفيذ واثناء التركيب والتشغيل، مشاكل كتير. فلازم يراعيها، يراعي خطابات الضمانات بتاعته، يراعي اسلوب الضمان، يراعي الماتيريال المتوفره كسبير برضه ولا لا، يراعي الكول سنتر نفسه بتاعه، اي حد يتصل عليه في ال 24 ساعه هيستجيب ولا لا. فدي حاجات كتير احنا بنعانيها من مشاكل تنفيذ المشاريع الاستراتيجيه بالذات. يعني حتى الكلاينت نفسه بياكد على النقطه دي، بغض النظر انك تختار مين وسمعته كويسه، اهم حاجه ما بعد التوريد والتنفيذ، هل هيورد صح؟ هل هيستجيب؟ هل هينفذ؟ ده الفاسيلتي مانجمنت اللي بيعملوه. يعني بعض الحاجات اللي ايه موضوع كبير وزي ما حضرتك قلت يعني يتسع من الوقت يعني، بس يعني بعض الحاجات اللي حضرتك تحياتي يا دكتور. يا ريت بس الجزئيه بتاعت البرفورمانس بونز واللي هي المتعلقه بضمان اعمال وخطابات الضمان والحاجات دي، لو عندك فيها فكره تقول لنا. يعني هي بالنسبه للخطابات البرفورمانس والبوند والسكيورتي بوند دي اساسا المفروض ان اول ما بيتم التعاقد عليها ويتم ترسيه العرض اول حاجه قلنا المسميات وعباره عن ايه ووظيفتها ايه مثلا. يعني بالنسبه للبرفورمانس بوند المسمى نفسها، بالنسبه لخطابات الضمان نفسها اللي بياخدها المالك على المقاول اللي بيترس عليه العرض بمقابل انه هيبتدي يديله دفعه مقدمه من المشروع. طبعا بيبقى في تعاقد، اي مقاول بيبقى في حاجه من الاثنين، بياخد دفعه مقدمه بمقابل ضمان بنكي اللي هو يعتبر البرفورمانس بوند ده نفسه اللي بياخده المالك ويحتفظ بيه وبنسبه معينه 5% 10% 20%، زي ما بتصرف المقاول نفس النسبه هياخد ضمان مقابل ليه، ومش هيتصرف له الا بعد نهايه المشروع وتسليم المشروع باجراءات معينه. الخطابات ديت بتبقى عباره عن ضمانات بنكيه او شيكات او قيمه ماليه معينه بيحتفظ بها المالك بالظبط مقابل الدين اللي انا المبلغ اللي انت اخذته مني تقدم لي مقابل ليه خطاب ضمان بنكي بنفس القيمه 10% 5%. دي اوكي على اساس ان انت اضمن ان انت اخذت المبلغ ده وبدات تدخل في مشروع انا بسهل لك القيمه عشان تبتدي تجهز الموقع وتجهز الماتيريال وتجهز الموبيلايزيشن وتبتدي تتعاقد على الناس، ويعني تسهل لك الامور الماليه اللي في الاول. ممكن انت تكون مقتدر ماليا ما انتش عاوزها، انت حر، بس انت برضه لازم تقدم لي برفورمانس بوند على الاعمال اللي انت هتعملها وتنفذها حتى لو مشروع لسه ما خلصش وفي نسبه معينه ليه؟ انك ممكن يحصل اي تريب او اي شرطه في المشروع. معلش اسمح لي هقطعك بس انا اسف.
البرفورمانس بوند هو خطاب الضمان، هو البرفورمانس بوند ولا خطاب الضمان ده حاجة تانية؟ ده خطاب الضمان حاجة تانية. اللي هو الليتر اوف كريدت. ايوه تمام، ده خطاب الضمان، ليتر اوف كريدت. ايوه برفورمانس بوند بالعربي اسمه ايه؟ اللي هي عبارة عن خطاب حسن النوايا او بيسميه حسن التنفيذ. طيب ضمان الاعمال، ضمان الاعمال اللي اللي هو بيسميه ضمان الاعمال طبعا بيعمله برضه خطاب بيتعمل بمقابل مالي في البنك نفسه، غير الخطاب بتاع البيت. احيانا بيبقى فيه نسبه بتتخصم من مستحقات المقاول تتصرف بعد فتره معينه من اللي هي فتره الضمان وهكذا، لكن ايوه بالظبط، بتتخصم منه مكملات في واحد منهم، في واحد بيتخصم وواحد ما بيتخصمش. تمام. اللي بيتخصم منه اللي هو الكريدت ال سي بتاعه ده، ولا ضرب الكريدت ده اللي بيتخصم منه مع المستخلصات. لكن طب ضمان الاعمال ده ما بيجيش ناحيته ولا يصرف منه مليم واحد الا بعد ما يعمل حاجه اسمها تيكينج اوف سيرتيفيكيت، اللي هي بدايه التسليم الابتدائي للمشروع، يو سي. تمام، يو يعني سي نقدر نفسه. نقول كده، نقدر نلخص كده يا دكتور، ان احنا في الاول بيكون في خطاب ضمان اللي هو بالانجلش اسمه ليتر اوف كريدت، عباره عن مبلغ بيأمنه المقاول في البنك، وبياخد من البنك خطاب بضمان المبلغ ده، البنك بيعمل لوك على المبلغ ده، بيروح يقدم خطاب الضمان ده للجهه اللي هو متعاقد معاها، فتبتدي تصرف له فلوس ينفذ المشروع بضمان خطاب الضمان. ممتاز، تمام صح كده؟ تمام سعد. طيب تمام، نيجي للبرفورمانس بوند. البرفورمانس بوند بيتقدم امتى؟ وهو عباره عن مجرد وثيقه ولا حاجه برضو، يعني فاينانشال انسترومنت ولا فاينانشال ستيتمنت. فاينانشال ستيتمنت بتتقدم للمالك برضه، بس ما بيجيش ناحيتها ولا يصرف منها حاجه الا بعد بدايه التسليم الابتدائي. يصرف 50% بناء على التقرير الاستشاري اذا كان. معلش معلش يا دكتور، يعني اتحملنا بس عشان ايه، انا بعتبر دلوقتي انا محاور ليك في توك شو، وبنحاول نستخلص من حضرتك المعلومه عشان الكل يفهم. احنا دلوقتي بنتكلم ان البرفورمانس بوند رقم واحد مين بيقدمه لمين؟ المقاول للمالك. حلو، بيتقدم في اي مرحله؟ بيتقدم في المرحلة بعد تلسية العطاء نفسه وبعد خطاب الضمان. طيب بيتعمل خلال الست شهور الأولانيين. هدفه ايه او وظيفته ايه؟ وظيفته إن أنا دلوقتي عاوز المالك عاوز يضمن إن المقاول دوت لو نفذ المشروع خلال أي فترة من بداية ما استلمه للأعمال، سواء خلص المشروع بالكامل أو في أي مرحلة توقف لا قدر الله، إنه يقدر ينفذ باقي المشروع بالمبلغ اللي اتفق عليه. تمام، يعني دي وثيقه الهدف منها الالتزام، انا امسكه ضمان امسكه التزام المقاول بتنفيذ المشروع حسب المواصفات لحد الاخر. بالظبط. طيب يعني خلينا نسال هنا سؤال برضه دكتور، هل الليتر اوف كريدت او كون ان المقاول ده ليه فلوس ده في حد ذاته مش ضمان لان المقاول ينفذ الشغل للاخر؟ لا، هو في هنا كذا ضمان. ضمان اللي هو الليتر اوف كريدت دوت، هو اوريدي خد دفعه مقدمه من المالك ومقابلها واخدها بخطاب ضمان بالظبط قبلك للال سي في البنك. بس في حاجه، انه خلال المستخلصات الشهريه بيتعمل ديسكاونت منه نسبه 10% او 20% زي ما بتفرق في العقد بتاعه، يعني بياخدها ويتعمل ديسكاونت فيها. لكن البرفورمانس بوند ما بيتعملش ديتكت منها خالص الا بعد تسليم الابتدائي. طيب البرفورمانس بوند دوت عباره عن ايه؟ البرفورمانس بوند عباره عن ضمان للمالك ان المقاول دوت ماشي يعني بشكل سليم. وثيقه من البنك مثلا؟ وثيقه، خطاب مالي. خطاب مالي زي هو بالظبط، يعتبر خطاب مالي يعني مبلغ ماليه، مبلغ عباره عن مبلغ. مبلغ تاني غير مبلغ خطاب الضمان بيتعمل برضو عليه ايوه لوك. ايوه يا فندم، ايوه بيتقدم الضمانين، هم الضمانين دول بيتقدموا في الخطابات. نفترض كده نضرب مثال بس عشان ناكد الفهم، ان احنا دلوقتي داخلين بروجكت مثلا ب 100 مليون. تمام كده؟ فانا والله هيبقى في دفعات، الدفعه الواحده مثلا حوالي 20 مليون. فانا هروح عامل خطاب ضمان ب 20 مليون في البنك عشان اصرف الدفعات دي، وبعدين اعمل مبلغ تاني واخد بيه خطاب من البنك عشان اعمل بيرفورمانس بوند اديه لهم برضه. الخطابين منفصلين عن بعض بقيمه ماليه، ممكن يكونوا متساويين او مختلفين،
واحد منهم واحد منهم بيتم عمل ديدكشن منه خلال المستخلصات الشهريه او الشهريه اللي هو ال سي او خطاب الضمان العادي، لكن البرفورمانس بوند لا يتم صرف ريال منه نهائي خالص، وبيعتبر المالك كان المالك ماسك على المقاول مبلغ معين ويقدر يسيله في اي لحظه. معنى كلمه يسيله دي يعني يقدر يصرفه من البنك في اي لحظه لو المقاول خل بشروط التعاقد او شروط تنفيذ المشروع. ده اللي هو البرفورمانس بوند. بالظبط كده يا سعادتك. تمام تمام تمام. طيب احنا يعني بصراحه الاضافه اللي انت ضفتها دي كافيه لينا جدا ووافيه جدا وبنحييك عليها. يعني لو في اي حد عنده سؤال حابب يتوجه به للدكتور ابراهيم او ليا انا يتفضل، لو ما فيش اسئله خلال دقيقتين كده هسيب المايك للمهندس اسامه ينهي المحاضره. طيب انا بس عملت ابديتس في الفايل بتاع الليكتشر اللي هي بتاعت البروكيورمنت، فانا هبعته تاني للمهندس احمد ان شاء الله النهارده، ويعني ان شاء الله يقدر ينزله النهارده اللي هو ابديتد، بحيث ان لو في كان في شويه كومنتس او اخطاء كده واحنا شغالين انا صلحتها وهبعتها لكم، ويعني دي تبقى تمام ان شاء الله. وان شاء الله عندنا محاضره السبت الجاي. شكرا مهندس محمد فايد، شكرا مهندس احمد منصور. هل في اي سؤال يا جماعه ليا او للدكتور ابراهيم؟ طيب انا بحييكم جدا وبشكركم. طيب في سؤال من المهندس عبد الرحمن الحصاني، خطاب الضمان بيتحدد فيه وقت معين ويتلغي، ده ممكن يكون موجه للدكتور ابراهيم. اتفضل يا دكتور. دكتور ابراهيم معانا؟ دكتور ابراهيم. طيب واضح ان دكتور ابراهيم مش معانا، فممكن ان شاء الله لو رجع بعد شويه يجاوب السؤال ده اللي هو خطاب الضمان بيتحدد في وقت معين ويتلغي. هو اكيد يعني بيبقى ليه وقت، يعني ده المنطق، يعني ان هو بيبقى ليه وقت يعني، او يعني هي بتبقى سلسلة إجراءات بنكية كده أكيد ليها تعريف معين يعني هيبقى. بالمناسبة عايز أقول لكم حاجة برضو لطيفة، اللي عايز يستزيد في مجال العقود بشكل عام في مجال اسمه الفيدك، وأعتقد زملاء كتير مننا عارفين القصة دي. فالفيدك ده هو متخصص في العقود والدنيا دي، يعني ممكن في ناس تدي كورسات في الفيدك، وفي كتب موجودة في الفيدك، وفي ريسورسز موجودة في الفيدك. فاللي عايز يستزيد في موضوع العقود يرفرنس موضوع الفيدك ده. سعادتك العقود لها انواع، في عقود داخليه وفي عقود دوليه، فعقود الفيدك دي يعني قصتها قصه. يعني المهندس محمد ماجد جزاه الله خير يعني عمل اكثر من محاضره مع بيم ريبيا ومعنا احنا شخصيا يعني. تمام. والدكتور نبيل عباس الله يجزيه خير، وفي محكي غير العقود الفيدك نفسها في لهم تحكيم دولي، منازعات وكليمز وامور كتير يعني. فالعقود نفسها لازم زي ما سعادتك تفضلت، يعني الاول لازم تعرف العقد الداخلي لمصر مثلا على سبيل المثال، من وزاره الصحه للاسكان للداخليه للدفاع للتعليم مختلف. كل وزاره ولها بوليسي معينه، ما ينفعش ان انا اعممه ما بين وزاره والتانيه، ايا حتى لو كانوا مشتركين في المواصفات ولو كان علم الهندسه واحد، بس كل واحد لما اجي انفذ يبقى له بوليسي غير التانيه. العقد الفيزيك هو الوحيد اللي بيقدر يعني الشركات دوليا وداخليا، ممكن يبقى داخل الدوله ويتعامل عقد فيزيك داخل ما بين شركتين جوه مصر فيزيك، هم عاوزين يطبقوا فيزيك محررين، لان في طبعا عقد يعني في على في حسب اللون العقد نفسه، في الاصفر والاحمر والابيض، واخد بالك؟ في كل عقد بلون له وثيقه معينه، يعني عباره عن عقد ما بين الكلاينت والاستشاري له بوليسي او له شروط معينه، ما بين الاستشاري والمقاول عقد، ما بين المقاول والمالك عقد، ما بين المقاول والالكتروميكانيك عقد. فدول انواع من العقود كتير، وعقود الصيانه كمان ده الرابع اللي نزل معاهم، فدي حاجات داخله في السوق بقى لها فتره يعني ما شاء الله.
الشباب عملوا افلام ربح كتير، ولو حتى انا بعت رابط كتير للريفرنس كلها، الكتب نفسها كجايد لاين، ومحاضرات على مهندس عمر قبل كده من حوالي شهر ونص شهرين. لو عاوزين نبعتها لكم تاني ابعتها لكم تاني، كل الروابط بتاعت الكتب نفسها. الشباب لازم تقروها صح، غير كده انك يعني في كلوزس اللي هي الفقرات، ان انت تقرا كل باراجراف بيتكلم على امتى وازاي وتنفذ، وفي ثغرات ما هيش سهله، لو ما انتش واعي هتروح في داهيه. تمام. تحياتي يا دكتور، ولو في اي حاجه بقى تاني. حد بيقول كل الكلام ده ينطبق على كل انواع العقود سواء سي بي اند اف بي؟ ده سؤال تاني برضو يا دكتور. اعتقد ينطبق على كل انواع العقود يعني. تمام. طيب تحياتي ليكم مهندس اسامه، حضرتك موجود معانا؟ تمام يا هندسه. طيب يا فندم انا كده خلصت، اشكرك وتحياتي ليك، وتفضل. شكرا ليك باشمهندس، وجزاكم الله في خير، ويعني انا سعيد جدا بسعادتك يعني، وعاجز عن الشكر. لا ما تقولش كده يا دكتور، احنا كلنا بنتعلم من بعض والله. انا بتشرف بكم كلكم والله. على فكره انا حضرت لك محاضرات في بزنس، عمل بزنس حقيقي. انا اوريدي بعمل ماستر ام بي. طيب كويس والله. يعني عامل بزنس. مشترك تعمل بيزنس؟ طيب يا سيدي ربنا يوفقك، لو احتجت اي حاجه تحت امرك برضه. الله يبارك سعادتك، جزاك الله خير يا رب. تشرف بيك يا دكتور. السلام عليكم يا جماعه.